يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان. بنحب دايما نبدأ مع حضراتكم اليوم ونبدأ مع حضراتكم الأسبوع النهاردة لحد يعني في معظم المصالح أول يوم شغل وكمان المدارس. فخلونا نبدأ مع حضراتكم البرنامج النهاردة بخبر كله طاقة إيجابية وتفاؤل، وهو إنه وزارة الصحة أعلنت امبارح إنه انكسار الموجة الخامسة لكورونا الحمد لله، وأعداد المصابين قلت كتير عن قبل كده، وأكيد كلنا بنلمس ده على أرض الواقع من خلال الناس اللي حوالينا وأعداد الإصابات حوالينا. وكمان حالات الشفاء يعني سجلت نسب أكبر من قبل كده داخل المستشفيات، لكن كل ده ما يمنعش إن إحنا نحاول على قد ما نقدر نلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللي كتير مننا لسه حافظها ولسه محافظ عليها، ولازم الكل يفضل متابعها علشان كمان احنا داخلين على شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير دايما، علشان نقدر بقى نتلم لمة العيلة اللي بنحبها ونفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونمارس كل الطقوس الرمضانية اللي احنا بنحبها ومميزين بيها كمان في مصر جدا، لكن في أجواء صحية وأمنة على الجميع بإذن الله. كل سنة وانت طيب يا شاذ. كل سنة طيب يا هدير، وفعلا لمست نقطة مهمة جدا، يعني احنا داخلين خلاص على رمضان، مسألة بقى السحور والفطار وصلاة التراويح والتجمعات بتاعه رمضان، يعني يا ريت نحافظ عشان نقدر نعمل الحاجات دي واحنا مرتاحين. لازم ناخد بالنا كمان من حاجه مهمه جدا، وهي عشان ما يبقاش في موجه سادسه لا قدر الله، لازم نوصل لمرحله المناعه الجماعيه، بتكون محتاجه تطعيم حوالي 70% من المواطنين. احنا لحد دلوقتي وصلنا ل 51% نسبه التطعيم، ده طبعا وفقا لتصريحات وزاره الصحه. عندنا كمان جرعات بتكفي لقاح اكتر من 42 مليون مواطن، يعني الناس اللي لسه لحد دلوقتي ما خدتش التطعيم او جه ميعاد الجرعه التعزيزيه تبادر بسرعه التسجيل على الموقع، وخلاص ما بقاش فيه قوائم انتظار ولا زحمه، انت بتاخد تطعيم في نفس اليوم تقريبا اللي بتسجل فيه، وبقى فيه مراكز كمان في كل مكان، في اماكن موجوده في محطه القطار ومحطه المترو، وان شاء الله نقدر ان احنا نوصل لمعدل المناعه الجماعيه وتعود الحياه مره ثانيه لما كانت عليه قبل كورونا. صباح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وتطمنا على حالة الطقس. صباح الخير عليك ليندا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا هدير. إيه الأخبار النهاردة؟ الحقيقة لسه درجات الحرارة منخفضة والجو برد جدا، ومكملين لآخر الأسبوع أعتقد. بالظبط، بعد ما كنا شايفين شمس كتير قوي الاسبوع اللي فات هناخد شويه برد، كان في ارتفاعات في درجات الحراره فعلا يا هدير الاسبوع اللي فات، ولكن ابتداء من يوم الخميس اللي فات شفنا كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. اتفضلي قولي لنا التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان النهاردة هيكون في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ده غير أنه في نشاط للرياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد
وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في أسوان 25، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 12. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدي فقرات صباح خير يا مصر. إليكم. بنشكرك كده. شكرا جزيلا. نبدأ مع حضراتكم يومنا النهاردة، وكالعادة بنبدأ بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم بكل تأكيد، لكن بنروح نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. أهم هذه الأخبار، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر للأونروا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأيضا أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأيضا رئيس الوزراء اللي تابع مع وزير البترول موقف توافر المواد البترولية، وأخبار تانية شاذلي تكون معانا على مدار الحلقة. بالإضافة لكده فعلا يا هدير هيكون معانا أخبار أخرى، استعراض دكتور مدبولي لتقرير حول افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره، كمان نفي الحكومة تغيير السلع الأساسية بالبطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، وكمان مواجهة الداخلية للاحتكار بتوفير أغذية بأسعار مخفضة، وأخبار أخرى بدايتها تكون مع هدير. اتفضلي. شكرا ليك يا شاذلي. نبدأ مع حضراتكم يومنا النهاردة وأولى أخبارنا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح فيليب لاجريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيد الرئيس دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كمان امبارح السيد الرئيس استقبل باتريشيا سبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأكد سيادة الرئيس تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، وكمان أكد سيادة الرئيس على ضرورة التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 واللي هتستضيفها شرم الشيخ. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا، مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. من جانبه أعرب السيد لازاريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مستعرضا دور وكالة الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك. من جانبها أعربت السيدة إسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وأصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. امبارح الدكتور مصطفى ملبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض امبارح تقرير حول افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم. أكد رئيس الوزراء أن الدولة بتهتم بشكل كبير جدا بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة اللي بتشكل وعي الإنسان المصري وبتسهم في بناء شخصيته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي ترددت بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض. المركز بدوره تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت كل هذا الكلام وقالت إنه مفيش أي تغيير للسلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، وكل السلع التموينية متوفرة بشكل طبيعي وفي انتظام في ضخ الكميات يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وأيضا فروع جمعياتي، ده غير أنه كمان عندنا مخزون استراتيجي من السلع دي يكفينا عدة أشهر مقبلة. وزارة الداخلية بتستعد لإطلاق فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد اللي هتبدأ يوم الثلاثاء اللي جاي وهتستمر لـ30 يوم. المبادرة هتوفر كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. وكمان امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن آليات تطبيق القانون في كل أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع،
نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6858 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6922 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4686 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52430 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9256 قضية تموينية متنوعة، من بينها 168 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 490830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9063 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1619 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 334494 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 224 سائقا منهم. كما تم المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية حالة واحدة. كما تم فحص 984 حافلة مدارس، تبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82,688,096 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً. وفي مجال جرائم المطبوعات، تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17350، تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922,305,037 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1748 قضية
في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,597,203,203,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13,491,994 جنيها. من الأخبار اللي حصلت امبارح الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. النهاردة معهد إعداد القادة هينظم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وده بالتعاون مع جامعة بني سويف. النهاردة أيضا هيتم تنظيم مؤتمر التمكين لرؤية مصر 2030، والفعاليات هتشمل حوارات حول إنجازات وتطلعات التحول الرقمي في مصر وآليات تحقيق رؤية 2030. النهاردة آخر موعد لحجز الوحدات السكنية بسكن مصر ودار مصر وجنة من خلال التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. كنا خلاص الأسبوع اللي فات بدأنا نشوف الشمس، وشمس حلوة كده الصبحية، وبدأ الجو يدفي، لكن اتقلب الموضوع ودخلنا على أجواء أخرى. رجعت مرة تانية السقعة والأجواء الباردة رجعت من جديد، ويبدو أن الأجواء دي هتكمل معانا كمان أسبوع بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا، وهتأثر كمان على كل دول شمال أفريقيا. أجواء باردة لمدة أسبوع قادم على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وسط تحذيرات من تخفيف الملابس. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت أن البلاد تشهد أجواء باردة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على القاهرة نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وتستمر تلك الحالة لمدة أسبوع. كذلك يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وهو ما يأتي نتيجة تمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة، وحيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال إفريقيا. ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس خاصة في فترات الليل والصباح. أنا بردت وأنا بشوف التقرير دلوقتي. خلينا نروح لليندا هتقول لنا تفاصيل الأخبار عن الطقس والأخبار بقى الجو البارد اللي احنا هنشوفه الأسبوع ده، تقول لنا هي كل التفاصيل. اتفضلي يا ليندا. الحقيقة يا هدير، زي ما قلنا من شوية لسه في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الطقس الصبح هيكون برد، بالليل هيكون شديد البرودة. تعالي نشوف التفاصيل بقى. اتفضل. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع إنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبرودة على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. كمان النهاردة هيكون في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. قبل ما نستعرض درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نروح للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، شفنا في الأيام اللي فاتت كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يعني من النهاردة ولحد يوم 20 مارس اللي هو المفترض يكون نهاية فصل الشتاء، هل هيكون في انخفاضات تانية؟
اه طبعا احنا لسه انخفاضات درجات الحراره مستمره معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. مستمر انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بسبب تاثرنا بكتله هوائيه قادمه من جنوب وشرق اوروبا، كتله هوائيه شديده البروده بتمر على البحر المتوسط، بتعمل طبعا على انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب وغياب اشعه الشمس على فترات من اليوم. الطقس خلال فترة النهار بنحس ان هو طقس بارد على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى بيكون مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، دافي على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار. مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة كمان بتنخفض بشكل ملحوظ، يمكن الصغرى بتوصل لـ8 درجات على القاهرة الكبرى، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. كمان مع وجود السحب على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري في فرص طبعا لسقوط الأمطار، كميات الأمطار هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية البحيرة كفر الشيخ، المناطق دي كلها معرضة طبعا لسقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح، نشاط رياح سرعته من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة بيزود إحساسنا على فترات من اليوم بانخفاض درجات الحرارة. يمكن أكثر المناطق اللي بتأثر بيه اليوم نشاط رياح هي جنوب سيناء، بعض المناطق من السواحل الشمالية، بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، لكن متوقع غدا تكون كافة المناطق متأثرة بنشاط للرياح. يمكن كمان في ذروة انخفاضات في درجات الحرارة هنشهدها الثلاثاء القادم، متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 16 درجة مئوية، يعني انخفاض ملحوظ مع وجود نشاط للرياح نحس بدرجات حرارة كمان أقل من اللي احنا دايما بنقولها. طبعا زي ما بنقول انخفاضات درجات الحراره دي مكمله معانا لنهايه الاسبوع، ان شاء الله مع يوم الخميس والجمعه تبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا مع اعتدال في نشاط الرياح، هنحس كمان باعتدال في الاجواء، ومع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله تبدا كمان درجات الحراره ترتفع ونعود تاني للاجواء الربيعيه او الاجواء الدافئه خلال فتره النهار ان شاء الله. طب ايه دفتر النصايح اللي حضرتك ممكن تقدميها للمواطنين خصوصا طلاب المدارس اللي هم بينزلوا بدري؟ هو طبعا اهم حاجه، لان احنا طبعا لسه بنقول ان الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الطقس فيها بيكون شديد البروده، فاستمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال فتره النهار وخاصه في الصباح الباكر طبعا والطلبه ورايحين جامعات او المدارس، وكمان خلال فتره النهار وخلال فتره الليل استمرار ارتداء الملابس الشتويه، وده مكمل معانا على الاقل لانتهاء فصل الشتاء اللي هينتهي بإذن الله في 20 مارس ويبدأ معاه فصل الربيع. كمان مع عودة الشبورة المائية اللي هتعود من يوم الخميس القادم إن شاء الله، سادة قائدي المركبات والمسافرين على طرق القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور، والنصيحة الأخيرة المهمة هي المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، دايما قبل ما أخرج من بيتي أعرف حالة الجو إيه وأبدأ أتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. شكرا لحضرتك يا دكتور منار. مشاهدينا كان معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 17 والصغرى بتسجل 8، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 9، مرسى مطروح العظمى 14 والصغرى 9، سيوة العظمى 18 والصغرى 7، بورسعيد العظمى 15 والصغرى 10، دمياط العظمى كمان 15 والصغرى 10، الإسماعيلية بتسجل 17 والصغرى 8، السويس العظمى 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح لعريش العظمى فيها 15 والصغرى بتسجل 8، سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 3، طابق العظمى 20 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13، الغردقة العظمى 20 والصغرى 12، الفيوم العظمى 17 والصغرى 7، بني سويف العظمى 17 والصغرى 8، المنيا العظمى 19 والصغرى بتسجل 9. هنروح لأسيوط العظمى فيها 18 والصغرى 9، سوهاج العظمى 19 والصغرى 10، قنا العظمى 22 والصغرى 10، الأقصر العظمى 23 والصغرى 11، أسوان العظمى 25 والصغرى 11، الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 10، شلاتين العظمى 23 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 25 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرة صباح خير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا لندا.
النهارده ذكرى ميلاد واحده من اهم ممثلات زمن الفن الجميل. بدات مشوارها كمذيعه وبعدين اتجهت للتمثيل، قدمت مجموعه كبيره جدا من الافلام والمسلسلات والمسرحيات، نالت اهتمام كبير من الجمهور، وهي جميله من جميلات الشاشه المصريه الفنانه ليلى طاهر. في مثل هذا اليوم ولدت فنانة صاحبة تاريخ إبداعي طويل منذ بدايتها كمذيعة ثم نجمة من نجمات السينما والتلفزيون، هي الفنانة ليلى طاهر. ولدت شروة مصطفى إبراهيم فهمي الشهيرة بليلى طاهر التي اختار لها رمسيس نجيب اسمها الفني من إحدى روايات يوسف السباعي. ولدت لأسرة مصرية وكان والدها مهندساً زراعياً ووالدتها ربة منزل. بدأت عملها كمذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التلفزيوني روبير صايغ الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التلفزيون. شكلت ثنائياً ناجحاً مع صلاح ذو الفقار، ويعد فيلم زوج في أجازة مع صلاح ذو الفقار من أهم أفلامها، بالإضافة لأفلام الأيدي الناعمة والناصر صلاح الدين. حصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، كان آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، وكرمها أيضاً مهرجان شرم الشيخ السينمائي في فبراير عام 2018 في دورته الثانية. الاتحاد المصري للتجديف وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة نظم احتفالية باليوم العالمي للمرأة، كان فيها فعاليات وتفاصيل كتير، خلينا نتابعها من خلال هذا التقرير. النهارده يعني بنحتفل بيوم المرأة العالمي، وده يوم مهم جدا على مستوى العالم. احنا يمكن احتفلنا بيه طبيا من كام يوم، لكن النهارده بنحتفل بيه رياضيا، وبنحتفل بيه بأهمية اللي هي المرأة في المجتمع. في عدد كبير من الأنسات والسيدات اللي هم بيمارسوا رياضة اللي هي التجديف على نهر النيل. أهمية اليوم ده أيضا إن احنا عاملينه هنا على ممشى أهل مصر، ودي حاجة أكثر من رائعة، ده يمكن أول مرة يتعمل هذا الحدث الرياضي للمرأة، وفي يوم جميل زي يوم المرأة العالمي، وفي مكان أكثر من رائع كلنا بنفتخر بيه الممشى أهل مصر، ويمكن حتى كمان يعني بيمثله اللي هو التمثال الجميل اللي عمله اللي هو الفنان أحمد موسى، اللي هو بيبين اللي هي المرأة وبيبين المياه التي تتدفق من يد المرأة والخير اللي هو بيصل لمصر، ومش بيجي بس من الرجال الموجودين لكن كمان من المرأة المصرية. النهاردة احنا عاملين الإيفنت ده مفتوح لكل الناس، فالريجستريشن كان جاي لنا مش بس من التأديف، اكشولي في ناس جايه اكشول اصلا عايزه تعرف ايه لعبه التأديف، وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان هو الناس تيجي من كل انحاء القاهره او يعني البلاد عامه، انه في عندنا محافظات جايه لنا، في اسوان وفي اسماعيليه وفي بورسعيد، في ناس جايه من محافظات كمان جايه تشارك في اللعبه دي، في منهم ناس يعرفوا، في ناس ما تعرفش اصلا اللعبه ولسه اول مره يعرفوا اللعبه دي وبيشوفوا الايفنت. قررنا ان احنا نعمل الاحتفاليه دي بالذات ان هو بنعملها للمرأة، يعني توثيق ان في لاعبات مصريات في رياضة التجديف والشراع والسايكلينج، انه ازاي المرأة يعني بتلعب رياضات عنيفة زي دي بس بتيجي يعني بتسبورت اللعبة دي. احتفالية يوم المرأة العالمي السنة دي الثيم بتاعها المحور الأساسي حول الاستدامة، إزاي إن احنا نستثمر اليوم لمستقبل أكثر استدامة للرجال والنساء معا، لأن احنا يعني هدفنا تحقيق المساواة، وعنا على النوع الاجتماعي وإزاي نبقى فيه مساواة بين الجنسين. طبعا مدخل الرياضة مدخل مهم جدا بالنسبة لنا، مدخل بيتمحور حول تغيير المفاهيم الخاطئة ان احنا البنت والسيدة ممكن تشارك في اي رياضة، ان الرياضات تحديدا الغير تقليدية للفتاة او المرأة احنا بنحاول ان احنا نقول لا مفيش سقف، هي من حقها ان هي تحقق، وفعلا عندنا نتائج مشرفة لبطلات في السنوات اللي فاتت، فبنحاول ان احنا نسلط الضوء على ده من خلال الايفنت بتاعنا النهارده. احنا سعداء جدا طبعا بتواجدنا في الايفنت ده ومشاركتنا مع نادي التجديف ومع يو ان ويمن،
وعدد من الشركاء الآخرين. إحنا في منظمة الصحة العالمية بنعرف الصحة إن هي مش بس غياب أو انعدام العجز والمرض، لا، هي حالة مكتملة من السلامة النفسية والبدنية. وطبعاً من أهم عناصر السلامة البدنية دي بجانب الغذاء السليم، بجانب الابتعاد عن العادات الضارة زي التدخين، هي كمان النشاط البدني. فإحنا سعداء النهاردة إن في كان أنشطة كتيرة قوي زي السايكلينج، كان في التجديف، وسعداء كمان كان في مشاركة من سيدات ومن رجال، في مشاركة من محافظات كتير قوي في جمهورية مصر العربية كانوا موجودين النهاردة علشان يشاركوا في الإيفنت. النهاردة لعبت في تيم 1 من 3 minutes، أول مرة الاتحاد يعمل حاجة زي كده، وأنا شايفة إن هي حاجة كويسة تقدير لليوم ده، هي حاجة جديدة ومختلفة وما اتعملتش قبل كده. كان يوم حلو قوي والسباقات كانت جميلة جدا، وأكيد لو اتكررت تاني هشارك. كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن انخفاض ملحوظ وكبير في اعداد الاصابات في فيروس كورونا، وده اللي خلانا نقدر نقول اننا تخطينا خلاص المرحله الصعبه من الوباء بعد انكسار الموجه الخامسه، وان شاء الله يكون معدل التطعيم بشكل اكبر في الفتره اللي جايه عشان نقدر اننا نستمتع بالطقوس والعادات الرمضانيه في اجواء صحيه. استطاعت الدولة المصرية تخطي المرحلة الصعبة من وباء كورونا، وأصبحت المنظومة الطبية لديها القدرة على تشخيص الإصابة بالفيروس خلال 15 دقيقة بواسطة الفحوصات السريعة، بالإضافة لتوفير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا من خلال سلاسل الإمداد العالمية والتصنيع المحلي، وكذلك توفير أدوية تعطى عن طريق الفم لمنع تدهور الحالات. وأعلنت الحكومة عن تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا ليتم إصداره دورياً في بداية كل أسبوع، وجاء هذا القرار مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات. وتعمل الدولة على التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقاً للبرنامج الزمني والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام وبحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية. رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. وطبعا في الشهر الفضيل بيكون في إقبال كبير على أداء العمرة، علشان كده السعودية أعلنت عن تكثيف جهودها لرفع مستوى الخدمات اللي هتتقدم لضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين خلال الشهر الكريم. مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين الذين تزداد أعدادهم خلال الشهر الفضيل. وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأضافت أن من تلك المستجدات إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة المسجد النبوي، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مع الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما، بجانب إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية للفحص PCR المعتمد، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن. كما استعدت كافة الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم أعداد القاصدين لأداء المناسك والعبادات بالحرمين الشريفين، وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة خلال رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات الوافدين من أنحاء العالم. كما تتوسع وزارة الحج والعمرة في مجالات حوكمة التحول الرقمي بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، والتوسع في الإجراءات والخدمات وتصميم المنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجالات التوعية والإرشاد، والتي بدورها تسهم في تطوير مجالات توظيف التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.
دلوقتي هي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع ليندا. تفضلي ليندا. شكرا شاذلي. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال استقباله فيليب لاتزاريني وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وخلال اللقاء أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، كما شدد الرئيس على استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشا إسبينوزا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك. أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إثر حادث خروج قطار عن مساره بجنوب شرق البلاد مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بصدق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين ومؤكدة على وقوفها بجوار الكونغو في هذا الظرف الأليم. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه يجري توزيع 200,000 صندوق مواد غذائية عن طريق المتطوعين في مركزي قطور وزفت بمحافظة الغربية في إطار هدية الرئيس السيسي. وأشارت المؤسسة إلى وصول 6 شاحنات محملة بنحو 12,000 صندوق مواد غذائية لمركز بسيون بالغربية. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو تعد على أمن الشعب، مشددا على أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراقي قد أعلن استهداف أربيل ب 12 صاروخا باليستيا من خارج البلاد. وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة، مضيفا أنه لا توجد خسائر بالأرواح. ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قمة مع زعماء من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق، وذلك على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة والتي ستجرى في النرويج اعتبارا من الاثنين المقبل. وسيشارك في المناورات التي أطلق عليها اسم تمرين الاستجابة الباردة أكثر من 30,000 جندي من 27 دولة. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية فإن جونسون سيستقبل الثلاثاء المقبل قائد قوة المشاة المشتركة جاف، وهو تحالف من 10 دول يركز على الأمن في شمال أوروبا. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1938 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 115,466 إصابة، كما سجلت الصين 1,455 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة. هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4,636 وفاة. وفي سياق متصل، أعلنت الصين فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين بشمال شرق البلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، وأجواء الربيع موجودة حوالينا في كل مكان وأجواء مبهجة الحقيقة. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلنا محمود جميل، موجود في فعاليات افتتاح معرض زهور الربيع في القناطر الخيرية واللي بتقيمه وزارة الموارد المائية والري، وبيعتبر من أقدم معارض الزهور في مصر. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. من هنا من القناطر الخيرية بصبح على حضراتكم من أقدم الأماكن المحببة لقلوب المصريين، واللي بيجوا طبعا يقضوا فيها وقت خروجة جميل جدا، بيستمتعوا فيه بمناظر النيل مع الخضرة مع النباتات والأشجار والزهور اللي موجودة هنا. لكن من النهاردة هيقدروا كمان إن هم يستمتعوا بفعاليات معرض زهور الربيع اللي بيقام على مدار سنين في نفس التوقيت في مارس من كل عام هنا في القناطر الخيرية. المميز في معرض الزهور هنا في القناطر الخيرية عن غيره من معارض الزهور إن هو بيمتاز بالشتلات والنباتات والزهور اللي موجودة، وبتكون من إنتاج شتلات طبعا وزارة الموارد المائية والري، واللي بيساعد على تطوير الحدائق اللي حصل هنا في منطقة القناطر الخيرية. في تفاصيل كتير عن المعرض وعن الأشجار كمان المضافة حديثا، وعن خطة التطوير اللي بتتبناها وزارة الموارد المائية والري. كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال ضيفنا المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر قناطر الدلتا. برحب بحضرتك طبعا، صباح الخير على حضرتك باشمهندس. ويمكن لو تضعنا بقى في التفاصيل الصورة الجميلة اللي المشاهدين هيشوفوها دلوقتي طبعا بالنسبة لمعرض الزهور اللي هيتم افتتاحه النهاردة ومستمر معانا طبعا لحد يوم 27 مارس. برحب بيك وصباح الخير على جميع المصريين. يمكن طبعا زي ما حضرتك قلت، معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية من أقدم المعارض الموجودة على مستوى البلاد، يمكن من فترة الأربعينات أو أكتر من كده كمان. بمعرض الزهور ده له تاريخ كبير. يمكن بيتميز معرض القناطر أو بيعتمد بشكل أساسي على زهرة السنارية أو بذرة السنارية، ودي من أحد البذور النادرة واللي بتعوز رعاية فائقة ورعاية قوية على مدار عام كامل عشان تظهر في أيام هذا المعرض. البذرة دي يعني سبحان الله هي بذرة وحيدة، ولكن تنتج 7 زهور بألوان مختلفة، هي ألوان الطيف، وهي دي اللي بتشكل الطابلو اللي موجود في المعرض. لا يقتصر المعرض على بذرة السنارية، ولكن على جميع أنواع الزهور الموجودة والشتلات النادرة اللي بتنتجها مشات وزارة الري بالقناطر الخيرية. يمكن أهم ما يميز هذا المعرض بصفة عامة أو السنة دي كمان، إن تم إدخال شتلات حديثة زي شجرة المورينجا المعروفة بشجرة الحياة، ودي اللي بتستخدم أوراقها وسقانها ومكوناتها كلها كشراب بتفيد الجسم، لأن المكونات لهذه الشجرة وأوراقها هي من 16 عنصر الموجودين في جسم الإنسان. بالإضافة لجميع أنواع الشتلات موجودة عندنا، جميع أنواع النخيل، من النخيل البلدي، من النخيل الكوكس، من النخيل الملوكي، من النخيل بوتشاردة، كل أنواع النخيل موجود عندنا. طبعا أشجار المهوجني بننتجها موجودة، دي من أنواع الأشجار الخشبية الفاخرة. كل الشتلات اللي بيحتاجها أو بتحتاجها الإدارة أو الوزارة في أعمال تطوير الحدائق بيتم تلبيتها من مشاتل وزارة الري بالقناطر الخيرية. الحديث عن معرض الزهور، احنا الاول مرة السنة دي طبعا المعرض بيقام في منطقة ما كانتش جميلة بالشكل ده اللي طبعا السادة المشاهدين هيشوفوها دلوقتي على الشاشة، ولكن تم تطوير طبعا المكان ده اللي بيتم فيه إقامة معرض الزهور السنة دي.
فعلا هو طبعا اذا كنا بنتكلم عن حد يرجع له او الفضل في اعمال التطوير اللي تمت للجانب، فالفضل يرجع لمعالي الوزير السيد الدكتور محمد عبعاطي وزير الموارد المائيه والري، واللي اعطى توجيهاته هذا العام ان يقام المعرض في ارض الجراشي الموجوده امام حديقه ولايه الشرق. وبالفعل في خلال 72 ساعه تم تجهيز منطقه المعرض بالشكل اللي حضرتك شفته، ومعاليه تفقد المعرض يرافقه السيد وزير الدوله لجنوب السودان، واعطى توجيهات وتعليمات بان يستمر المكان ده هو ارض المعرض بصفه مستمره لموقعه المتميز. وبالفعل الموقع ده لاقى اقبال كبير من الزوار فتره الاعداد للمعرض لاقتناء الزهور والنباتات. يمكن المميز في معرض الزهور هنا ان الشتلات والنباتات والاشجار اللي موجوده بنستفيد فيها طبعا في تطوير الحدائق الموجوده، فلو حضرتك تكلمنا كمان عن خطه التطوير، ويمكن احنا موجودين في حديقه من الحدائق وهي لؤلؤه الشرق واللي بتشهد الحقيقه تطور كبير جدا الفتره دي، فلو تكلمنا عن خطة التطوير اللي بتتبناها طبعا الوزارة بالنسبة لحدائق القناطر الخيرية. طبعا كلنا عارفين ان حدائق القناطر هي حدائق تاريخية ارتبط وجودها بفترة محمد علي اللي انشأ القناطر الخيرية. لو بنتكلم هنا عن القناطر بنقول ان هنا في منشآت مائية كبيرة بتخدم الوجه البحري كله في اعمال الزراعة والري والشرب والصناعة والتوسعات المستقبلية واعمال استصلاح الاراضي. المنشآت المائية دي تعتبر منشآت امن قومي للبلاد. وقت انشاء القناطر طبعا وما زال وزاره الري بتحرص على ان يكون موجود مساحات حول هذه القناطر تسمى حرم القناطر، وحرم القناطر دي بتستخدم في اعمال الصيانه واعمال التطوير واعمال التوسعات المستقبليه لاي مشاريع مستقبليه. ولكن منذ القديم ما تسابتش المساحات ديت كده، لا قال برضو زي ما القناطر بتخدم شعب مصر، المساحات دي لازم كلها تتحول لحدائق تخدم اهل مصر تبقى متنفس للمصريين جميعا، وهنا جات مسمى حدائق الشرق. طبعا على فترات من الزمن طويله الحدائق دي اهملت واصبحت خراب ومأوى للخارجين وكل حاجه، الى ان تولى معالي الوزير دكتور محمد عبعاطي وزاره الري ادى تعليمات وتوجيهات ان جميع الحدائق يتم تطويرها لتعود كسابق عادها حدائق الشرق، وان تكون جميع اعمال التطوير ذاتيا، بمعنى ان احنا كلها بايادي المهندسين والعاملين والمعدات والورش والمشاتل الخاصه بوزاره الري بالقناطر الخيريه. وبالفعل بدا التطوير بحديقه لؤلؤه الشرق او عفله اللي احنا موجودين بصدها حالا على مساحه تقرب من 14 فدان، ثم تلاها حديقة المركز الثقافي 9 أفدنة، ثم تلاها بعد كده حديقة البحيرة، ثم مؤخرا حديقة الياسمين على 8 أفدنة، ثم حديقة النيل وديت على فرع رشيد بمحافظة الجيزة. ويمكن حابب أقول لحضرتك أن طبعا القناطر الخيرية بتقع في محافظتين، محافظة الأليوية ومحافظة الجيزة، وبالتالي المنشآت المائية موجودة هنا، لأن المنشآت المائية اللي موجودة هنا بتخدم منطقة وسط وشرق الدلتا، المنشآت اللي في الجيزة بتخدم منطقة غرب الدلتا، اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي. بمناسبة كلام حضرتك بقى عن المهندسين والعاملين، حابين نطمن على طرق إدارة الشتلات من قبل المهندسين والعاملين اللي شغالين هنا، ولو أكيد يعني في أنظمة ري حديثة موجودة طبعا بتحافظ على جودة الإنتاج اللي موجود هنا في شتلات وزارة الموارد المائية والري. بالفعل احنا التوجيهات على طول ان احنا لازم نحدث، ولازم احنا كوزاره ري احنا يعني بندعم الري الحديث، وبالفعل كل المشاتل اللي عندنا والصوب بنزود فيها وبندعم فيها الري الحديث. الري بالتنقيط خصوصا هو اللي بنستخدمه في الصوب والمشاتل التابعه للوزاره بالقناطر الخيريه. مهندسين والعاملين بتوعنا على اعلى خبره واعلى كفاءه، لان طبعا حضرتك تعلم المنطقه اللي حوالينا كلها هي منطقه مشهوره بالزهور والشتلات وكده، فبالتالي كل العاملين في المشاتل الموجوده الخارجيه هم بالاساس عمال وزاره الري ومهندسين وزارة الري اللي بيقوموا بأعمال تطوير في الحدائق والمشاتل. كل التوفيق لحضراتكم، بشكرك شكرا جزيلا مهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا. شكرا لحضرتك. الناس لزيارة الحدائق والاستمتاع بأعمال التطوير اللي تتمت في الفترة الأخيرة. شكرا لحضرتك، شرفتنا ببرنامج صباح الخير يا مصر. يمكن دي كانت تفاصيل معرض افتتاح معرض زهور الربيع في القناطر الخيرية. الحقيقة المنظر هنا جميل جدا والصورة رائعة بالمناظر اللي موجودة من الخضرة ومن طبعا الأشجار والنباتات والزهور المختلفة، الأنواع هنا كتير جدا، فرصة لكل المصريين وكل الأسر اللي بيحبوا ان هم ييجوا القناطر الخيرية، فرصة في الأيام دي طبعا ان هم ييجوا تزامنا مع افتتاح معرض زهور الربيع. التيكت هنا ب 20 جنيه بس، يقدر ان هم الاسر كلها تيجي وتستمتع بالخروجه الجميله اللي احنا متعودين عليها من زمان هنا في القناطر الخيريه. دي كانت جولتنا النهارده من داخل القناطر الخيريه والحديث عن افتتاح فعاليات معرض زهور الربيع. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وبرجع لكم في الاستوديو مره تانية شاذلي وهدير. محمود جميل بشكرك شكرا جزيلا على الصوره المبهجه دي الصبح، ويعني على نقلك لنا لكل فعاليات معرض زهور، بشكرك على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا بتشهد محافظة أسوان إنشاء محطة لإنتاج شتلات القصب بكومومبو، بجانب وضع حجر الأساس
لمحطة إنتاج قصب السكر بنظام الشتلات بمشروع وادي الصعيدة في إدفو، واللي هيكون ليه عائد ومردود كبير على محصول القصب، وده هينعكس على صناعة السكر محليا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ هدير. اهلا بحضرتك. تاني اهم المحاصيل الاستراتيجيه بعد القمح نظرا لمساهمته في انتاج السكر، عايزين نعرف من حضرتك وتعرفنا اكتر على محطه انتاج شتلات القصب في اسوان. طبعا هو زراعه قصب السكر من الزراعات الاستراتيجيه في الدوله، وللدوله بتدي لها اهتمام كبير جدا سواء كان في الزراعه او في القيمه المضافه اللي بتقام على زراعه قصب السكر. بالأمس بحضور السيد وزير الزراعة والسيد محافظ أسوان تفقدنا أحد مشروعات هيئة تنمية الصعيد بمشاركة وزارة الزراعة في مدينة كومومبو، وهو نظام تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات. كان في الماضي كان بيتم المزارع بيزرع القصب بنظام العقل، تطور هذا النظام وتطور أسلوب الري وأسلوب الرعاية لهذه الزراعة الرئيسية، الزراعة اللي ذات قيمة كبيرة وذات قيمة مضافة بتقام عليها وهو إنتاج السكر، وده سلعة استراتيجية. المشروع عبارة عن حضارة تتكون من صوب بتهيئ بيئة مناخية مناسبة لنمو وتطور الشتلات، ثم بيتم توزيع هذه الشتلات على المزارعين لزراعتها في الارض ولزياده الانتاج وتوفير مياه الميه مياه الري وتوفير وتقليل مياه الصرف الزراعي. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك ايه الفرق عن النظم القديمه اللي كنا بنستخدمها لنظام الشتلات دلوقتي؟ وحضرتك ان الانظمه القديمه اللي كنا بنستخدمها في زراعه قصب السكر يمكن انا زي ما ذكرت لحضرتك بنظام العقل، وكان نظام الري كان نظام الغمر، يعني احنا كنا بنغمر الارض ميه. النظام الجديد لا، احنا بنزرع وبننمي الشتلات في حضانات عباره عن صوب، الصوب دي احنا بنتحكم في درجه الحراره وفي درجه النمو وفي درجه السماد اللي بنحطها وفي كميه الميه اللي بيتلزم لانتاج الشتلات، ثم بتقعد فتره زمنيه في هذه الحضانات وتنتقل الى مرحله اخرى، ثم بيكون توزيعها على المزارعين لزراعتها في الارض. وزي ما ذكرت حضرتك انها بتزود انتاجيه الفدان، يعني كان عكس على الانتاجيه. كان الفدان زراعه القصب كان بينتج حوالي من 40 ل 50 طن، مع التطور في هذه الزراعه بتصل الى 80 و90 طن في الفدان. طيب هنا الفدان هيحتاج كام شتله، والشتله برضو هتطلع كام عود قصب؟ لا هو حضرتك هو احنا المرحله الاولى في المشروع الكومومبو ده بينتج 10 مليون شتله، ال 10 مليون شتله دي بتكفي لزراعه 1500 فدان. طبعا في الماضي ما كانش الكميه دي متاحه ان المزارع يقدر يزرع 1500 فدان ب 10000 ب 10 مليون. صحيح. بالظبط. زائد ان هو هيساعد كمان في ضبط الكثافه النباتيه في الارض. طبعا فكره طبعاً. التوزيع وهيقلل استهلاك مياه الري ومياه وتقليل طبعا مياه الصرف الزراعي. ده عظيم جدا. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن محطه الشتلات الموجوده في إدفو، وايه المختلف في هذه المحطه الجديده بكومومبو؟ هي ما فيش اختلاف، ولكن دي المرحله الثانيه لزياده انتاجيه الحضانه. يعني احنا المرحله الاولى اللي نفذناها في كومومبو هي بتقام على مساحه 27 فدان، ولكن المحطه الاخرى اللي في إدفو اللي تم تدشين وضع حجر الاساس بالامس دي امتداد لنفس السلسله، وبالتالي بتزود كميه انتاج الشتلات وزياده الزراعات القصب السكر. طيب احنا عايزين نعرف هنوفر ميه قد ايه، لان ده مهم جدا، وهل نظم الري هتبقى بالبيفوت سطحيه ولا تحت سطحي بمد خراطيم تحت هو الارض؟ هو طبعا انا يمكن ذكرت لحضرتك ان في نظم عباره عن بخاخات وعباره عن نزل بيضخ منها من كميه المياه المناسبه للشتلات، فبالتالي هنوفر كميه الميه قد تصل الى 70% من كميه الميه المستهلكه في الزراعات التقليديه في زراعه قصب السكر بالطريقه التقليديه. مخطط امتى سياده اللواء يبدا التشغيل بشكل كامل لهذه المحطه؟ محطه كومومبو ان شاء الله بنهايه شهر ابريل القادم هيتم افتتاح المحطه وتجهيزها
بالشتلات وتوزيع هذه وإنتاجها داخل المحطة وتوزيعها على المزارعين للموسم الجديد بإذن الله. الموسم الجديد إن شاء الله في مايو الجاي بإذن الله. عظيم جدا. طيب كل اللي بيعمل الكلام ده مصريين؟ أيادي مصرية، خبرات طبعاً مصرية؟ طبعا الـ الشركة القائمة على تنفيذ المحطة هي الهيئة العربية للتصنيع، مصنع قادر، بتوفر طبعا كل العمالة الغير مباشرة للإنتاج والعمالة المباشرة من المكان نفسه. ده من الحاجات اللي احنا بنحددها لما بيجي ننفذ أي مشروع على مستوى الصعيد. احنا بنلزم جميع الشركات وجميع الجهات المنفذة ان العمالة المصرية، الأجهزة المصرية، توفير العمالة من المكان نفسه. ده بيوفر فرص عمل غير مباشرة لأهالينا في الصعيد، ثم فرص عمل مباشرة للقائمين على هذه الزراعة. عظيم جدا يا فندم، كل الشكر لحضرتك. سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، شكرا جزيلا ليك. دايما طول الوقت لما بنشوف نماذج منورة ومشرفة سواء من البنات أو من الولاد كمان، بنحب أنهم يكونوا معانا ونتكلم عنهم ونشجعهم وندعمهم. لكن احنا النهاردة معانا نموذج من إحدى الفتيات بنات مصر اللي منورين في كل حتة الحقيقة، وبيشاركوا في بطولات عالمية وعندهم أهداف وإنجازات بيحققوها في كل المحافل الدولية. خلونا النهاردة نتعرف على طالبة في مدارس النيل حصلت على الميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للرماية. هي معانا دلوقتي على التليفون. يا ميرا صباح الخير عليكي. ميرا احمد الحاصله على الميداليه البرونزيه في تارجت سبرنت ببطوله كاس العالم للرمايه. ميرا الف الف مبروك، وقولي لي يعني كنت بتحلمي انك توصلي للميداليه دي، استعدتي ليها ازاي؟ في الاول صباح النور والله يبارك في حضرتك. والله هو فتره انا اتمرنت فتره قصيره جدا قبل البطوله، بس الحقيقه كنت مركزه جدا فيها وخدت من البطوله تحدي ان انا ان شاء الله يعني هقدر اعمل حاجه فيها. بس طبعا الفتره اللي اتمرنت فيها ما كانتش بتاعت ان انا اجيب ميداليه، او ان انا الاصل جبت ميداليتين، فكانت يعني زي ما تقولي صدمه كده ان انا قدرت احقق في البطوله. حاجة تشرف يا ميرا، بس عايز اسالك سؤال. انت تقريبا خدتي 25 يوم بتستعدي لهذه البطولة وبتتدربي، وقد يظن البعض ان التدريبات سهلة، فعايزين نعرف الناس التدريبات كانت عاملة ازاي خلال ال 25 يوم دول. لا الحقيقة هو التدريب ما كانش سهل خالص، لان انا كنت بتمرن صبح وظهر وبالليل، كان طول اليوم تمرين. عبارة عن ايه؟ كنت بعمل كرماية وجري، برنامج جري بقى محطوط، برنامج رماية ورماية، يعني برنامج رماية مع الجري الاثنين مع بعض. وكنت ماشية على نظام غذائي، يعني حاجات كتيرة كانت ممنوعة عني، فأنا كنت بعمل حاجة طول 25 يوم غير أنا بالظبط بتمرن وباكل وبنام، كنت بعمل أي حاجة تانية. ميرا أنت أصلا بتلعبي في المنتخب، منتخب مصر لألعاب القوة، والرماية بتعتمد بشكل كبير برضو على موضوع اللياقة البدنية. بالظبط، طيب سنت بيعتمد أن أنت برضو تكون بتعرف تجري. فانا لعيبه العاب قوه متفوقه، فده ساعدني برضه في التارجت سبرنت ان انا اقدر احقق. يعني مين وجهك للعبه دي يا ميرا؟ هو انا كنت كمان بلعب جنب العاب القوه خماسي حديث، فكنت موهوبه في ماتش الليزر ران. هو الليزر ران برضه بتجري، بس الفرق ان انت بتضرب ليزر مش رش. فلما مدربي في خماسي لقاني ان انا كويسه في الرمايه بالفتره وان انا عندي موهبه، فوجهني ان انا العب رمايه ضغط هواء. وهناك لما لقوني ان انا كويسه في الجري خدوني تارجت سبرنت. في فرق بين ضغط هواء وتارجت سبرنت؟ بالظبط، الضغط الهواء هو بتضرب ثبات مش بتجري، لكن التارجت سبرنت فيها جري ورمايه. عظيم. طب ميرا لحظه التتويج وانت ماسكه العالم كده، وكنا بنتفرج على الصور ويعني وانت بترفعي علم مصر، احساسك كان عامل ازاي؟ يمكن الناس بتقول انه الابطال دول من وهم صغيرين بيبقى عندهم الطموح ده ومصرين انهم يوصلوا له، كنت عامله ازاي في الوقت ده؟ انا في الوقت ده كنت فعلا فخوره جدا ان انا اكون اول مصريه تقدر تحقق في التارجت سبرنت، تجيب ميداليه عالميه في التارجت سبرنت. فيعني سعادتي يعني الارض كانت مستنياني من الفرحه، ويعني بجد الحمد لله. طب انت في سنه كام دلوقتي يا ميرا؟ انا في ثالثه ثانوي. ناوية تدخلي كلية إيه؟ بفكر في باي ميديكال انجينيرنج، هندسة طبية. عظيم. طب قولي لي مين مثلك الأعلى في اللعبة؟ لما فكرتي تلعبي رماية ما حدش قال لك أنت بنت ده مجال، أو مع إنه أنا بقيت شايفة إنه عندنا بطلات كتير في مجال الرماية،
لكن الناس ممكن تستغرب شويه في المدرسه، صحابك بيقولوا لك ايه؟ دي حقيقه، لما حد بيسمع انا بلعب رمايه لو انت بنت وماسكه بندقيه بيتصدموا شويه، بس هو انا شايفه ان هو عادي، يعني مفيش اي مشكله ان هو عادي ان البنت تلعب رياضه كده، عادي ان البنت تلعب مثلا كاراتيه، تلعب اي لعبه هي حباها، فدي مش ازمه قوي يعني. ده جميل. فمثلا الاعلى في الرمايه يعني بصراحه هو مدربي، ربنا يخليه يعني. مدرب بيبقى عليه عامل كبير قوي في تحفيزك وفي تدريبك. طبعا عايزه اقول لحضرتك ان مدربي في البطوله دي كان عنده ثقه كبيره جدا ان انا هقدر اعمل حاجه. وعملتي حاجه فعلا. تعالي بقى نروح للجانب الاخر، اخبار المذاكره ايه؟ يعني هي المذاكره شويه وقعت في ال 25 يوم دول، بس انا دلوقتي بحاول الم فيهم تاني. نلحق بقى. بالظبط. قبل الامتحانات بقى. طيب بابا وماما بقى اول ما رجعت لهم بالميداليه عملوا الحقيقة إيه؟ مش لما رجعت لهم، بابا وماما كانوا معايا في التتويج، كانوا معايا في التمارين. عظيم. فما سابونيش فيها خالص، فهم فعلا كانوا مبسوطين جدا، ويعني الحمد لله شكر ربنا على الحمد لله يعني. طيب ميرا عندك اخوات حد فيهم بيفكر يلعب رماية؟ انا يعني عيلتي كلها رياضيين، اخواتي الاثنين بيلعبوا رياضه وبيلعبوا برضو تارجت سبرنت، بس هو ما حصلش ان هم عرفوا يشاركوا في البطوله يعني، بس ان شاء الله البطوله الجايه هيكونوا موجودين معايا. يعني ممكن تكونوا مع بعض في نفس البطوله. هم برضو موهوبين في الرمايه وفي الجري برضو. فاحنا الثلاثه ما شاء الله علينا رياضيين يعني. طيب عشان اولياء الامور اللي بيسمعونا اللي يحبوا اولادهم يشتركوا في لعبه زي دي، المفروض يكونوا بيحضروهم ازاي؟ ايه السن المناسب انهم يدخلوا اللعبه دي؟ هو انا ما عنديش فكره، ما بشوفش ان في حاجه اسمها سن مناسب للعبه. يعني انت لو حابب تخش لعبه تخش من اي فتره، لو كبير صغير مش هتفرق، بس لازم يكون عندك اللياقه البدنيه اللي تاهلك ليها. واللياقه هتيجي برضه، بس هي الفكره تكون عايز انت تلعبها، تكون عايز انت تحقق فيها، هي دي الفكره. يعني تاخد الرياضه اذنها كسبورت بقى مش فور فن. مبروك عليكي مره تانية يا ميرا، وزي ما فرحتيهم كده بالميداليه عايزين ترجعي تاني تذاكري وان شاء الله تدخلي الكليه اللي نفسك فيها. الف مبروك ميرا احمد الحاصله على الميداليه البرونزيه في التارجت سبرنت ببطوله كاس العالم للرمايه. طيب دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل وهنرجع من بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! هنبتدي أخبار الرياضة من الخسارة اللي تعرض ليها النادي الأهلي من فريق سان داونز بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب اللي جمعت الفرقتين امبارح في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وبعد انتهاء الماتش بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي قال إن الفريق هيقفل صفحة مباراة سان داونز في دوري أبطال إفريقيا عشان يركز في المباريات اللي جاية للاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق. موسيماني قال كمان إنه كان متوقع صعوبة المواجهة لأن المنافس فريق قوي وإن مفيش بديل غير الفوز على المريخ السوداني والهلال. وحقق فريق باترو أتلتيكو الأنجولي الفوز على فريق ساجرادا إسبرانسا بنتيجة 3-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بالنتيجة دي بيتأهل باترو أتلتيكو الأنجولي مع الوداد البيضاوي المغربي للدور ربع النهائي من البطولة.
ومن بطولة كاس مصر هنروح لمباريات الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر يونايتد فوز غالي على فريق توتنهام بنتيجة 3-2 في المواجهة الكبيرة اللي جمعت بين الفرقتين ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، واحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة ولسه عنده ماتشين مؤجلين. كمان المباراة شهدت تألق اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجل أول هاتريك لي بعد عودته للمرة الثانية لمانشستر يونايتد. وفاز فريق ليفربول على فريق برايتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي. سجل أهداف الليفر الكولومبي لويس دياس والدولي المصري محمد صلاح، وبكده بيرفع ليفربول رصيده للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 33 في المركز 13. والهدف اللي سجله الفرعون المصري محمد صلاح في مرمى برايتون كان الهدف رقم 2000 للريدز في مشواره وتاريخه في بطولة الدوري الإنجليزي. وكمان المباراة شهدت خروج محمد صلاح من المباراة بعد تعرضه للإصابة، وتم استبداله باللاعب البرتغالي ديجو جوتا. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا. ولسه مكملين كلامنا عن الرياضه. امبارح طبعا الاهلي خسر امام سان داونز الجنوب افريقي، ودي الخساره الثانيه للاهلي من نفس الفريق في دوري المجموعات. سان داونز خلاص ضمن الصعود بغض النظر عن نتائج المباراتين اللي جايين. بيحتل الاهلي المركز الثاني باربع نقاط متساوي مع الهلال والمريخ السوداني. عن مباراه الاهلي وفرص الصعود معانا في الاستوديو محمد عفيفي الناقد والمحلل الرياضي. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير. صباح الخير هدير هانم. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر اينما كانوا. طبعا يا اهلا بيك. امبارح كان الاهلي متحفظ قوي في البدايه. بالتاكيد هو مباراه كانت في المتناول ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. وانا يمكن علقت على هذه المباراه اللي احنا الادعاءات وكنت شايف انه الاهلي قادر، ولكن اول ما شفت مش التشكيله، شفت الطريقه بتاعه اللعب حسيت ان هيبقى في حاجه غلط. لما يكون 4-3-3 في وجود محمد مجدي قفشه يبقى مفيش مصادر قوه بالنسبه لصناعه اللعب. مفيش جبهات. بالظبط كده. ومحمد مجدي قفشه لما بيجنح بيبوظ خالص. هو امبارح كان في كلام يعني كتير قوي عن اداء قفشه وشريف. صحيح. الثنائي ده ما كانش في شكله الطبيعي. محمد شريف كان بيلعب بشكل كلاسيكي قوي، اللي هو الشكل المحروق بالنسبه للسرد باكات او مدافعي فريق نادي سان داونز. تحركاته تحركات سلبيه، الكره اللي بتطلع من علي معلول تحديدا خلف الدفاعات هم اكتر قدره على التعامل مع الكرات الطويله او الكرات الهوائيه او حتى الكرات العميقه خلف الدفاع. فمحمد شريف ما كانش ليه اي قوه بالمره، حتى تحركاته زي ما قلت تحركات محروقه تكتيكيا بالنسبه لدفاع سان داونز. محمد مجدي قفشه لا، حتى لما كان بينزل لنص الملعب علشان يحاول ياخد مكانه اللي بيرتاح فيه ما كانش يلاقي نفسه. محمد مجدي قفشه، علي معلول. علي معلول كان عنده اخطاء امبارح دفاعيه برضو غريبه. هو كان طاير وما كانش قادر ان هو يرد بالشكل اللي يدافع بشكل قوي. بشكل ملحوظ. لا انا كنت هقول بس انه محمد مجدي قفشه وعلي معلول وعمرو السليه وحمدي فتحي وحتى محمد الشناوي، اللاعبين اللي هم مرهقين ذهنيا مش قادرين ان هم يقفوا على ارض الملعب. حتى ما بعد اول 3 دقائق الكره اللي خبطت في راس عمرو السليه وسقط على ارض الملعب، انا كنت شايف ان هو خرج عن المباراه. وطبيعي هو مش قادر اصلا بسبب الارهاق الذهني، لانه منتخب مصر بطوله عربيه وبعدين النادي الاهلي افريقيا سوبر وبعدين مع النادي الاهلي في الدوري وبعدين امم افريقيا وبعدين كل ده. لكن مقارنه بمباراه بيراميدز لو احنا كنا بنتكلم عن الموضوع اجهاد، الاداء امام بيراميدز وثلاث اهداف مختلف خالص عن الاداء امبارح في الشوط الثاني فقط، لانه النادي الاهلي في مجمل مباراه بيراميدز لا ما قدمش المستوى الكبير اللي ياكد انه يفوز بالثلاثه، ولكن استغل الفرص. هم من خمس فرص سددوا ثلاثه. بالظبط كده، والثلاثه دخلوا اهداف. فالنادي الاهلي حتى ده بيميز الاهلي عن الزمالك في بطوله افريقيا على سبيل المثال، انه بيعرف يخلص الفرص عكس الزمالك اللي بيجي له فرص كتير وما بيعرفش اصلا ان هو يخلصها. فلا النادي الاهلي عرف يخلص مباريات اديته كريدت شويه انه فريق قوي. فوزه على المريخ السوداني في مرحله الذهاب في دور المجموعات هو اللي اداله النفس في مرحله الاياب حتى ما بعد الخساره من سان داونز. وللاسف انه كان في ناس مبرره ما قبل مباراه سان داونز الاخيره دي اللي هي كانت بالامس انه الاهلي ممكن يخسر فعنده فرصه اكبر لانه عنده مباراتين على ملعبه في القاهره، وانه
عشان بس نبقى بشكل صريح. شايف ده وكان سبب من اسباب الخساره انه اللعيبه كانت نازله مرتاحه، واحنا كده كده زي ما انت بتقول عندنا ماتشين جايين بنسبه كبيره مضمونين، ده ممكن يكون من اسباب الخساره 100%، لانه الاهلي اصلا لعب على التعادل ما لعبش على الفوز، واللي يلعب على التعادل هيخسر، يلعب على الفوز لو ما جبتش الفوز هتتعادل، ودي مش من سمه النادي الاهلي. ولذلك بيتسو موسيماني ما بعد المباراه كان دايما بيتكلم عن فكره انه احنا الاهلي احنا الاهلي احنا الاهلي، كلام كويس بس لازم انت قبل ما تلعب المباراه تكون مهيئ لعبتك انه تلعب على الفوز، لا اطار تكتيكي نافع ولازم كمان انت عندك سكواد، انت النادي الاهلي فلعيبه عندك مجهده مرهقه، يبقى لازم يكون عندك البديل صحيح المميز اللي يقدر ان هو يسد في مثل هذه المباريات. وطريقه اللعب ما ينفعش تفتح الملعب بهذا الشكل الطولي والعرضي اللي يخلي اللامركزيه بتاعه سان داونز ترهقك، ترهق مدافعيك، حتى محمد عبد المنعم متنرفز. بملك سيما الحكم الاثيوبي اداله انذار على انه كان بيقول وقف اللعب لانه في خبطه في الراس، فاداله انذار فاربكه شويه، خلى حتى يسحب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي مش هو بتاع المنتخب، لانه لغايه دلوقتي مع ياسر ابراهيم ما لقاش الايقاع المناسب كسرد باك يبقى فاهم كويس قوي القدرات والتعامل، ولذلك التوهان في لقطه الهدف أسوأ ما يكون. كان ممكن الشناوي يقدر يتعامل معها، لكن الشناوي بيامن مع السرد باكات او المدافعين اللي قدامه، فانه الراجل يتعامل بهذا الشكل مع كوره من عرضيه ويخلص مش حلوه. طيب وقفه الدفاع في كتير من الاحيان تبقى في النادي الاهلي ما ينفعش، ده فريق بطوله، اخطاء دفاع النادي الاهلي دي تدينا ايحاء انه لا مش ده النادي الاهلي بتاع 2020 و2021 حقق اللقب. طيب ولو استمرت هيبقى صعب. طيب انت كده بتتكلم في انه التشكيل او طريقه اللعب لم تكن موفقه 4-3-3، هو غيرها في الشوط الثاني، هل تغييرها جه متاخر؟ 100%، وتغيير اللاعبين اصلا جت متاخر، وتغيير الطاهر محمد طاهر انه ينزل كظهير، طب ما كنت نزلت حسين الشحات مش مكانه باك رايت، مش مكانه، هو كان عايز يلعب، هو عايز يغير انه يلعب 3 ورا ويخلي الاثنين اللي في نص الملعب اللي هو زي طاهر محمد طاهر. في مباراه بتاعت مونتري المكسيكي في كاس العالم للانديه كان محمد هاني في نفس مكان طاهر محمد طاهر، ولما بيتقدم مع السكند بول يقدر ان هو يسدد زي الجول اللي جبناه في مونتري وخلصنا الهدف. فكر في كده بس مش قدام سان داونز، ومش بحاله اللاعبين بتوع سان داونز، ومش بوجود طاهر محمد طاهر في هذا المكان لانه اتلعب عليه في اكتر من مره في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. طب قبل طاهر انت شايف ان كريم فؤاد كان في مكانه باك رايت ويدفع فيه بيه في مباراه مهمه زي دي، كان الاختيار ده تمام؟ طبيعي لانه محمد هاني مصاب واكرم توفيق عنده اصابه، فما عندوش غير كريم فؤاد وهو لاعب لسه جاي جديد واصلا جاي علشان المواقف اللي زي دي. وكريم ادى بشكل الى حد كبير مميز، لكن زي ما بقول سان داونز لعب باللا مركزيه، فكره انه التحرك من الاجنحه شكله خطوره كبيره جدا، رغم انه سان داونز اكتر فريق بيعاني من العرضيات الا انه النادي الاهلي لا استغل عرضيات ولا استغل كرات من العمق. بالاضافه بقى للميس باص، بالاضافه ان اللعيبه مش لاقيه بعضها، مش ولا مراوغه سليمه تقريبا، مفيش انسجام، بيرسي تاو كل احتكاك الكوره في النهايه لصالح سان داونز بالظبط. فكان في امبارح كان في حاله من انه انا بلعب كده وده ما ينفعش، انت شوف قدرات لاعبيك الذهنيه والبدنيه والفنيه والعب بالطريقه اللي تناسب، ضيق المساحات، العب بطريقه 5-4-1 5-3-2، فوق لعبتك، حرك محمد مجدي قفشه تاو خليه في جناح طاير من الناحيه الشمال مش من الناحيه اليمين، ده ليه حطه في الناحيه اليمين وانت راجل عارف كويس قوي هو عايز يعمل تحويله مثلا فتربك حسابات دفاع سان داونز انه عارف الراجل ده بيلعب ناحيه الشمال فاحنا غيرناه وعملناه ناحيه اليمين، لا بيأدي دفاع ولما بيرجع يأدي دفاع في الشوط الثاني بيسقط مش مكانه بشكل كبير. اخطاء انا شايف انها متراكمه مع الاجهاد، كان لازم بيتسو موسيماني يتعامل مع هذه المباراه بشكل افضل من كده، يمشي الوقت علشان يصدر الضغط لسان داونز مش العكس، سان داونز هو اللي خدنا لاسلوب معين، ساب لنا الاستحواذ تماما وبدا يلعب على الخبطه اللي هي بتاعت لكمه محمد علي اللي هو ايه هخطفك هخطفك، وفي اكتر من مره كان ممكن يخطف في الشوط الثاني لولا محمد الشناوي الحقيقه اللي خد كريدت كبير قوي. الناس امبارح بتقول احنا ما كناش حاسين غير بالشناوي وياسر ابراهيم حقيقي، وياسر الحمد لله يعني هو كويس ان هو كان في حاله فنيه كويسه، لانه ياسر في بعض الاحيان برضو بتفلت منه شويه، لكن مش مجهد بنفس اجهاد اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب الوطني. في المجمل لا، النادي الاهلي عنده نقاط قوه كبيره جدا، النادي الاهلي ما بيقفش على مباراه وده مهم قوي لانه كمان عنده مباراتين في القاهره، مباراه المريخ مش هتبقى بره مصر لانه في كلام كبير وكتير كان في الفتره الاخيره ليه النادي الاهلي لعب مباراه المريخ اللي فاتت في استاد السلام، رغم انه اصلا المعسكر بتاع السودان او بتاع المريخ موجود في استاد السلام علشان تتردله في مباراه العوده، هنلعبها في استاد السلام برضه وهنديك عدد من الجمهور السوداني يخش، عكس مثلا مباراه سان داونز تلعب في استاد القاهره، لانه سان داونز لعب المريخ في استاد السلام فقال لك لا نبدله الملعب علشان ما يبقاش واخد عليه قوي. لكن مباراتي او مباراتي الجوله الخامسه والسادسه باذن الله هتكون في استاد السلام، فرصه كبيره للنادي الاهلي لازم يحقق الفوز على المريخ لانه ملوش مامن الهلال انه في ام درمان في الخرطوم
بعد ضمان التاهل لسان داونز انه يخسر سان داونز المباراه. يعني الاهلي محتاج مباراه واحده من المباراتين دول يفوز فيهم، محتاج المباراتين او على الاقل فوز وتعادل في المباراتين. لكن لو الهلال تفوق على سان داونز في الجوله اللي جايه هيخلي الجوله السادسه والاخيره قمه النار والشرار طبعا. حتى ولو في القاهره ما تضمنهاش بالمره، ولذلك لازم تفوز في تلعب على الفوز في المباراتين. وده اللي اكده بيتسو موسيماني، قال له ننسى دي وننسى اللي حصل في مباراه سان داونز ونبدا نلعب بالاطار التكتيكي الانسب. طبعا ان شاء الله يكون كمان الجوله السادسه يكون كمان منتخبنا ان شاء الله تاهل كمان لكاس العالم ان شاء الله. مباراتين 25 و29 مارس باذن الله، مباراتين الحسم امام السنغال ان شاء الله تبقى الامور ماشيه بشكل كويس وتتعدل الامور ويكمل النادي الاهلي المسيره بعد خروج الزمالك. كره حسام حسن امبارح اللي اثارت غضب موسيماني بشكل كبير، اثارت غضب كل الناس يعني هو حسام ودموع حسام والناس زعلت كلها على انه بياخد دقائق قليله وانه لازم يبقى جاي صفقه كبيره جديده عايز يثبت نفسه. حسام جات له فرصه ما قررتش كتير، الاهلي لم يخلق اي فرص كثيره على ارض الملعب، ولما عملها علي معلول ولاول مره بشكل متقن ما قدرش ان هو يتحكم في الكوره. لا حسام علشان يلعب في النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يؤدي زي ما كان بيؤدي مع سموحه، حتى ولو كان على فترات كبيره وكتيره مع سموحه بيؤدي بشكل كبير، لكن مع النادي الاهلي انصاف الفرص يجب ان تستغل. هل محتاج ينزل مثلا في بدايه المباراه يكون اساسي؟ ممكن في لعيبه بتتاقلم شويه بشويه لكن في النادي الاهلي زي ما اتقالت له كده الدقيقه ب 90، فلازم انت تستغل. ما هو اصلا مش هتقدر تاخد ال 90 دقيقه من البدايه او من بدايه المباراه الا لما اصلا تثبت نفسك في الدقائق القليله. فحسام يمكن اصرار موسيماني على الطريقه دي في اللعب وانه يلعبه في الدقائق الاخيره، يعني رغم طبعا شفنا كابتن شوبير وهو يعني بياخد بخاطره والدنيا، طريقه الاصرار دي يمكن بتخلق عند اللاعب برضو حاله من التوتر ما يقدرش يأدي بالطريقه اللي المفروض يلعب بيها. هو اللي بيلعب في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك والانديه الجماهيريه لازم يتعود على الضغط ويرفع من نفسه كده الموضوع الضغوط كده كده في ضغوط. انا لازم العب 4-5 دقائق العبهم زي لازم يثبت نفسه علشان يكسب الجمهور ويكسب حتى ولو ما سجلش انه ادى بالشكل المطلوب المرغوب فيه، انه لا الراجل ده يستحق انه يرتدي قميص النادي الاهلي. ففرصه بتاعت امبارح دي لو كان جاب الهدف كان خلاص حسام بقى في نقله ثانيه مع جمهور النادي الاهلي ومع الجهاز الفني للنادي الاهلي ويكسب تعاطف الكل. لكن حسام مازال لسه عنده كتير، النادي الاهلي محتاجه في الفتره اللي جايه. انا شايف انه كان يجب ان يستغل الفرصه بالامس، عدت هذه المباراه اللي جاي باذن الله لازم يكون افضل لانه الاهلي قادر على تحقيق اللقب، مش اشباع من انه حقق لقبين دوري ابطال افريقيا متتاليين، لقبين السوبر الافريقي، برونزيتين كاس عالم للانديه، لازم انه يكون في تجديد في الافكار علشان المشروع بتاع 2024 بتاع بيتسو موسيماني مع اللاعبين دول يستمر، واللقب ده بالذات هيكون لقب مختلف لو الاهلي حققه. طيب احنا قلنا ان الاهلي محتاج يفوز في مباراه وعلى الاقل يتعادل في المباراه الثانيه، هل هو قادر على فعل ده فعلا؟ قادر بالتاكيد زي ما قلنا في ظل حاله الارهاق اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. 100% في مباراه الجمعه الجايه امام المريخ السوداني لازم العمل عليها. الكلام انه مباريات الدوري والضغط اللي موجود، انا شايف الضغط ده كمان هيتصدر للمنتخب الوطني لانه معظم لاعبي المنتخب الوطني اللي هيشاركوا امام السنغال صحيح من النادي الاهلي وحتى من نادي الزمالك اللي هيلعب يوم السبت كمان. مشكله، انا شايف ان في مشكله بسبب ضغط المباريات ورابطه الانديه. اتمنى انه يبقى في راحه للاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفتره اللي جايه، حتى الاسبوع ده لو حتى هنضغط شويه في مباريات الدوري، لكن انه يرتاحوا او يبقى في قرار لاراحتهم. لكن في العموم الاهلي كبير، الاهلي عنده سكواد قادر على انه يفوز في مباراه المريخ، دي النقطه الفارقه انه بس يعدي ماتش المريخ بشكل كويس، وبعدين مباراه الجوله السادسه فيها كلام كبير وكتير حسب نتيجه الهلال وسان داونز. لكن الاهلي قادر، الاهلي قادر بشكل كبير، 4 نقاط هو والمريخ والهلال لعبوا 4 مباريات وعندهم سالب 1 من اهداف، مالناش دعوه بسان داونز خلاص. الاهلي قادر طبعا، خبرات اللاعبين مع البطولات الافريقيه والمواقف الصعبه دايما الاهلي بيظهر بشكل مميز. طب عدم الدفع بحسين الشحات امبارح، موسيماني بيسمع للناس، هل رصيده قل مع موسيماني؟ والله انا شايف ان حسين الشحات برده مش اللي بيأدي بشكل، هو صحيح ابس اند داونز رايح جاي وفي ناس مش راضيه عنه بشكل كبير الحقيقه، لكن حسين برده في كتير من المباريات بيأدي بشكل كويس وبيعمل اداء هجومي مميز لما بيكون في حالته. طب تفسيرك ايه بعد ما الدفع بيه امبارح؟ ممكن يكون ما بعد الاصابه، هو ما غابش كتير عند الاهلي لكن اصيب. شاف بيتسو موسيماني انه مش هيأدي بالشكل المميز كظهير ايمن، وان كان هو اصلا كان بيأدي كظهير ايمن. شاف انه يخلي طاهر محمد طاهر يبقى زي ما قلنا كده مع تغيير طريقه اللعب انه يبقى متقدم ياخد السكند بول، يقدر ان هو يدي نفس جديد لتطور الاداء الهجومي. ما نفعش طاهر محمد طاهر،
وحسين شحات ممكن يكون مصاب واحنا ما نعرفش برضو الحاله بتاعت اللاعب ما بعد العوده من الاصابه انه يقدر يكمل او يقدر يسد في هذا المكان ولا لا، ممكن تخونه الاصابه مره تانية او ادائه على ارض الملعب. فهو امن بوجود طاهر محمد طاهر، وطاهر ما بعد الهدف في مباراه السوبر امام الرجاء في اللحظات الاخيره اتغير حاله فحتى مع بيتسو موسيماني في انه يبقى مقتنع بهذا اللاعب بعد ما كان انه بره الفكر خالص انه ممكن يعار او هكذا. حسين من اللاعبين المؤثرين المهمين اللي لازم يكونوا موجودين في تشكيله النادي الاهلي حتى لو كان بديل، بس بيعرف يخلص في كتير مباريات، وشفنا البطوله ما قبل الاخيره تحديدا والاخيره حتى في افريقيا ليه اهداف مؤثره كانت كتيره وجماليه. طيب، كمان بشكل او باخر ده عظيم جدا. عايزين ناخد جوله سريعه كده في الانديه المصريه المشاركه في البطوله. طيب الزمالك خرج رسميا خلاص بعد فوز بترو اتلتيكو امبارح على ساجرادا في المباراه الخاصه بالجوله الرابعه لحساب المجموعه الرابعه من البطوله، خلاص كده الزمالك بره. فكره العقوبات اللي حصلت انه ابو جبل مش هيجدد له وطارق حامد مش هيجدد له، الكلام ده مش مترتب له عشان نبقى واقعيين، بس اللي حصل من مجلس اداره نادي الزمالك انه حاجه انت لو هتنسف لازم تبني صح والا هتقعد 5-6 سنين مش عارف تعمل حاجه. فالقرارات دي باللعيبه اللي حصل لها عقوبات بهذا الشكل انت كده بتعمل حاله سيئه وجمهور نادي الزمالك ما يستحملش. لو انت فعلا مخطط انسف، اعمل كل اللي انت قلت عليه، لو انت مش مخطط بلاش لانه عواقبها هتكون وخيمه على نادي الزمالك. النهارده المصري البورسعيدي هيظهر امام اوتوهو بطل الكونغو، عنده 4 نقاط، المصري فوز وتعادل وهزيمه وكمان فاز على مازيمبي الكونغولي اللي هو اكثر من منتوج او ثاني اكثر من منتوج بدوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه، مباراه مهمه هتكون هنا في الاسكندريه ان شاء الله يفوز المصري. ايضا مباراه القمه بيراميدز وصفاقس إرادة تونسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه، بيراميدز 9 نقاط بالعلامه الكامله في تونس، مباراه مهمه جدا ان شاء الله بيراميدز كمان يحقق الاستمراريه في النتائج الايجابيه. لكن انا شايف انه الاهلي باذن الله قادر ان شاء الله في دور المجموعات ان هو يتاهل، الزمالك باذن الله يبني وما ياخدش قرارات متسارعه من مجلس الاداره، وبيراميدز والمصري ان شاء الله يكملوا في كاس الكونفدراليه ونشوف سياده مصريه للكره الافريقيه انديه ومنتخبات وكالعاده، وده الطبيعي بتاع مصر. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات المصريه الانديه المصريه ومنتخبنا المصري طبعا في المباراتين القادمتين. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عفيفي الناقد الرياضي والمعلق الرياضي، واشكرك على وجودك معانا. شكرا جدا يا فندم. اشكرك. شكرا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال استقباله فيليب لاتزاريني وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وخلال اللقاء أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا. كما شدد الرئيس على استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشا إسبينوزا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير البترول لمتابعة موقف توافر المواد البترولية بالأسواق المحلية في ظل الأزمة الراهنة. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة والحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو تعد على أمن الشعب، مشددا على أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأقليم كردستان العراقي قد أعلن استهداف أربيل ب12 صاروخا باليستيا من خارج البلاد. وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة، مضيفا أنه لا توجد خسائر بالأرواح. قصفت القوات الروسية قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، والتي كانت بعيدة نسبية عن النزاع حتى الآن على ما أفادت به السلطات المحلية. وقالت الإدارة المحلية في لفيف في بيان إن القوات الروسية شنت ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن القوات الروسية أطلقت 8 صواريخ. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية التي تعد الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. كما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل 7 مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب العاصمة كييف. سجلت الصين 3393 إصابة جديدة بكورونا بحسب لجنة الصحة الوطنية، وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفشي للفيروس منذ 2 عامين. وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورين أوميكرون ودلتا. نهاية موجز التاسعة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. طبعا زيادة الأسعار حوالينا بسبب اللي بيحصل والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم كله، لكن الدولة المصرية تحاول قدر الإمكان السيطرة على الأسعار في ظل موجة من الغلاء عالميا زي ما كنت بقول لحضراتكم، وده من خلال توفير السلع بكميات كبيرة وكمان زيادة المعروض بجانب تشديد الرقابة على الأسواق، وأيضا اتخاذ بعض القرارات اللي من شأنها أنها تساعد في تخفيف أثار هذه الأزمة، زي مثلا قرار منع تصدير بعض السلع زي الدقيق والمكرونة والرز والزيت. خلينا نتكلم عن هذا القرار وتأثيره بالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك يا دكتور. أنا صباح الخير زي حضراتكم. أهلا بيكم السادة المشاهدين. إزاي بتشوف تأثير قرار منع التصدير لبعض السلع على الأزمة دلوقتي الروسية الأوكرانية وما يحدث وتأثيرها على أزمة الأسعار؟ انعكاسات ده على مسألة احتكار السلع، توافر السلع، إزاي هيأثر؟ خلينا ناخدهم واحدة واحدة الأول. إن درجة كل الدول على ما تأثر باللي بيحصل بين روسيا وأوكرانيا، لأن هو من أكبر الدول الموردة للمواد الخام سواء مواد غذائية أو بترولية أو غيره. طيب إحنا كدولة مصرية زينا زي دول العالم بنحاول نتصرف، نحاول نشوف حلول لإدارة الأزمة، بسميها إدارة الأزمة لأن كنا هنتعرض لأزمة.
بس شدة الأزمة من غيرها هتتوقف على قدرتنا على توفير الحلول البديلة، توفير السلع. هرجع خطوة لورا، لما حصل في كورونا مصر قدرت تدير الأزمة بشكل كويس جدا، توفر السلع في وقت العالم كله كان قافل، خدت بال حضرتك. فعندنا قدرة إن شاء الله نقدر نواجه الأزمة. طب هنحلها إزاي؟ أحد القرارات اللي صدرت قرار وزارة الصناعة والتجارة إنها إيه، توحد تمنع بعض تمنع تصدير بعض المنتجات زي الفول زي حضرتك المكرونة غيره وغيره وغيره. دي أحد الأدوات بتستخدمها الدولة. إيه تاني كمان؟ الدولة الفترة اللي فاتت ما كانتش ساكتة، كانت بتحاول تبني مستودعات، خدت بال حضرتك، صوامع عشان تخزين، ده بيسموه احتياطيات. احتياطيات مطلوبة للدولة عشان لما تواجه أزمة زي كده يبقى عندها قدرة على المناورة، وقدرة على يبقى عندها تشم نفسها على ما تدور على حلول. النهارده أوكرانيا وروسيا قافلين، بدور على بدائل أخرى للاستيراد من دول أخرى. عندي قدرة، عندي قدرة، عندي احتياطات أنا مخزنها دولارية موجودة للأزمات، خدت بال حضرتك. فالفترة اللي فاتت كان في نوع من بسموه التحوط، والقدرة على اننا يبقى عندي وقت الازمات ادوات اتحرك بيها. زي ما انت حضرتك الاستثمارات اللي بنتها الدولة الفترة اللي فاتت في بناء مستودعات او صوامع او غيره لتخزين المنتجات المستوردة اللي تديك فرصة انك تتحرك. حاجة تانية، انتاجك من السلع والخدمات الفترة اللي فاتت كان جيد جدا، خدت بال حضرتك. قدرتك على زيادة الانتاجية بتاعت مثلا المحصول الزراعي زي مثلا حصل في القمح، فالنهارده قدرت من كنت تساوي 60% رفعت اكتفائك الذاتي انك ل 62% فبقيت تساوي 38% بس. يعني انت النهارده خفضت استيرادك، ما بقتش رقم واحد في استيراد القمح، بقيت رقم اربعه، خدت بال حضرتك. وزودت انتاجيه الفدان من 12 اردب ل 20 اردب. فدي كلها ادوات بتستخدمها الدوله عشان تبقى عندها قدره انها تزود انتاجها. في النقطه دي في توسع راسي وافقي. طبعا. يعني بنشوف توسع في زراعه اراضي جديده، وفي نفس الوقت زياده انتاجيه الفدان طبعًا. نفسه. طبعا. ده مهم، مش بس في المنتج ده، في كل المنتجات. الدوله الفتره اللي فاتت كانت بتحاول تعمل كده بس مش في القمح. لسه زراعه الزمكي وغيره 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 عشان توفر منتجات للمواطن المصري، خدت بال حضرتك. ولما عندي ازمه عالميه اقدر اوفر منتجات دي للمواطن المصري. عندي انتاج من المكرونه يكفي؟ عندي، خدت بال حضرتك. السكر الحمد لله وصلت لقدر كبير من اكتفاء السكر، بستورد بورشنز نسبه قليله، خدت بال حضرتك. اللحوم عندي انتاج وبستورد، عندي موارد، عندي 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 مصادر اخرى بستورد منها من السوق الافريقي. الفترة اللي فاتت كنت بعمق تواجدي في السوق الافريقي عشان اقدر اجيب منتجات غذائيه، تمام، سواء لحوم او غيرها من المنتجات الغذائيه. فهذا التواجد وهذا الانتشار المصري سواء على مستوى القاره او غيرها من الدول وعلى سياسات متزنه قويه مع باقي دول العالم، ده مدي لمصر فرصه كويسه انها تحاول تدير الازمه بشكل من الكفاءه وتقليل اثار هذه الازمه على مصر. طب هل احنا في صدد قرارات اخرى لمساله ضبط الاسواق اكثر؟ لانه في زي ما حضرتك كنت بتقول اداره الازمه هي كلمه السر، تمام، والخطوات الاستباقيه اللي الدوله بتاخدها، تمام، هي اللي بتفرق في استمرار الازمه ويعني تقليل الاثار السلبيه لهذه الازمه على المواطن المصري. تمام، خلينا نتكلم على حته المسؤوليه المشتركه، دوله مؤسسات، هنا مؤسسات بها قطاع خاص ومجتمع مدني ومواطن، هي المسؤوليه المشتركه للكل. الدوله لها دور كبير جدا في ضبط الاسواق، وده مطلوب، وفي توجيهات على مستوى عليا بضبط الاسواق، واي تجار بتحاول تخزن السلع وترفع السلع بهوامش كبيره، لا، في توجيهات برقابه صارمه على الاسواق، واي حد هيخالف هيبقى تحت طائره القانون، خدت بال حضرتك. ده مطلوب عشان يحسن المواطن، الدوله موجود من ناحيه ثانيه. طب الدوله من ناحيه ثانيه غير الضبط انها بتحاول توفر السلع، خدت بال حضرتك، بتوجه المؤسسات تحت الدوله من ناحيه اخرى، كله يشتغل وعينه على السوق، يشتغل كمنظومه واحده. ما ينفعش اشتغل وزاره بدون تنسيق مع اخرى عشان نحل الازمه، فكلنا على قلب رجل واحد من ناحيه ثانيه. طب ايه دور تاني؟ عندي توجيهات لاداره الاتحاد العام للغرف التجاريه عشان يتعامل مع التجار ويقول لهم يا جماعه لازم نحس بالمسؤوليه تجاه بلدنا ونحاول نخفف من اثار الازمه، لان كلنا موجودين في هذا القارب منها هيتاثر. الحاجه الثالثه عندي هيبقى في تعاظم كبير جدا لدور المجتمع المدني الفتره الجايه عشان تخفيف، داخلين على رمضان. فالنهارده المؤسسات دي بتبذل مجهود كبير جدا للوصول على الواقع للوصول للمحتاج عشان توفر له سلع غذائيه. فدي كلها مسؤوليه تضامنيه من كافه الاطراف، عشان كده بقول لحضرتك كلنا مسؤولين. طيب احنا مش في معزل عن العالم وهنتاثر، هنتاثر طبعا، ده بكل تاكيد طبعا. لو حضرتك هتتاثر ده بيفكر بره بطريقه الواحد منعزل يعني. طيب حجم التاثر هيكون عامل ازاي في ظل التحركات اللي قامت بها الدوله خلال الفتره اللي فاتت؟ خلينا نتكلم مثلا حسب درجه الاعتماديه على الاستيراد، يعني مثلا النهارده قدرتك ان انت قللت من 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 استيرادك من منتج معين، ده هيخلي سعر الزياده في السعر مش بالهامش الكبير.
البترول هيتاثر، بس انت عامل منظومه في البترول مخليه برضو دي مطمنه الناس ان انت عامل معادله سعريه عمره ما هيزيد عن 10%، رغم ان بره الزياده اكتر بكتير كتير، يعني في دول وصلت زياده فوق ال 55%. انت بتدخل تحط بنزين ما انتش عارف النهارده بكام. النهارده انت مطمن ان البترول عمره ما هيزيد 10%. هيزيد ممكن على 3 شهور لو فضلت الازمه هيزيد كل 3 شهور، بس عارف ان الزياده متوقعه ليها سقف. خدت بال حضرتك ليها سقف 10% في مقارنه بزيت دول العالم بحوالي 55-60%. في ناس واقفه طوابير النهارده، الحمد لله انت ما عندكش حته طوابير، عندك سلع متوفره. خدت بالك في تحرك خارجي للقياده السياسيه بشكل جيد الفتره اللي فاتت عشان توفير كافه المنتجات، بالذات السلع الاستراتيجيه زي البترول وغيره وغيره وغيره. التاكيد دكتور ابراهيم على مساله توفير السلع وانها موجوده بالكميات المناسبه مهم جدا، لانه بيقول للناس ما تخزنوش بقى حاجه، لانه تخزين السلع ده هو بيخلق ازمه فوق الازمه. مسؤوليه مشتركه من المواطن برضه يبقى عنده وعي ان انا عندي حاجتين اتصرف في اتجاههم. ان انا ما اتهافتش على تخزين السلع من ناحيه، السلع متوفره خدت بال حضرتك وما هيش موجودة. مش كنز يعني، مش هتوفر كنز لانك بتحط برضه بتصرف فلوس كبيره في وقت قليل. هتشجع التاجر لما تروح تيجي تكنز وتدور على حاجه هتشجع طمعه بزياده، هو يلاقي في ضغط على سلع معينه هيبدا هو يقول طب انا هخزن، فانت كده بتصعب على الدوله الدور الثاني الرقابي، فانت ساعد الدوله من ناحيه ثانيه. انت حتى لو شفت كذا حد بيعمل الكلام ده، في عندك رقم ساخن يتصل بيه، والله الناس دي بتعمل حاجات مش مظبوطه، احنا متاثرين. طب ايه تاني مطلوب من المواطن؟ يعني محتاجين نغير الثقافه الموروثه بتاعتنا بتاعت مساله انه داخلين على شهر رمضان فنخزن حاجه رمضان كلها. دي بقى حته ان انا لازم نفكر حته زي ما احنا بنطالب الدوله بالترشيد، انا كشخص مواطن لازم برضه افكر بالترشيد. مش كل الناس عندهم نفس القدره دي، هنتكلم في الطبقه المتوسطه والاعلى، لان المحدود الدخل مش هيعرف يرشد. عنده يا دوبك دخله مكفيه وبيستلف عليه. فالهدف من الدوله انها بتدعم محدود الدخل ايه؟ بتزود السلع التموينيه، اختيارات متوفرها، ما بتزودش اسعارها بالرقم المطلوب، لسه ما زالت اسعارها ما زادتش، خدت بال حضرتك. الحاجات السياحيه اللي موجوده في القطاع الخاص هو اللي بيشتغل عليها، ده دور الدوله هتشتغل على القطاع الخاص ان توعيه اكثر، ضبط اكثر، خدت بالك المؤسسات الموجوده سواء الاتحاد العام للغرف وحجاز حمايه المستهلك وكل الاجهزه دي كلها تشتغل مع بعضها عشان خاطر ايه؟ يبقى عندنا رؤيه واحده تجاه السوق وضبط يعني السوق. حضرتك تقصد انه محدودي الدخل مش هيتاثروا بالشكل الكبير لانه الدوله بتدعم، لا هيتاثر في السلع اللي هي بره منظومه الدعم، خدت بال حضرتك؟ فدي معناها ان انا النهارده لازم ابص لدور الدوله الرقابي النهارده، ان انا احاول اقدر في الفتره الجايه ان انا ايه؟ ما خليش السلع تنط النطات الكبيره اللي هو بالذات اللي خارج المنظومه عشان خاطر في شخص بيتاثر. الدوله بتعمل الفتره اللي فاتت بتحاول تزود دخل الناس سواء بالذات محدود الدخل من خلال برامج تكافل وكرامه، حياه كريمه، الناس اللي عندها معاشات، في برامج كتير للحمايه الاجتماعيه. ففي رؤيه من الدوله انها تحسن مستوى الدخول على مستوى الخدمات، مستوى الدخول من ناحيه ثانيه. ساعات بتجي لنا ازمات بسموها اوت اوف هاند، بره نطاق ايدينا، مش متحكم فيها، زي ما حصل بازمه اوكرانيا وروسيا، زي ما حصل في كوفيد 19. دي كلها ازمات بتاثر، بتعطل حركه التقدم بتاعتك، بس ده مش معناه انها بتاخر، بتوقفك بس انت مكمل. طيب الموازنه العامه اللي وضعناها السنه اللي فاتت، هل هي قادره على التعاطي مع الازمه الحاليه؟ ما كانتش في توقعاتها الازمه الروسيه الاوكرانيه، فهيبقى في عندك حاجه اسمها تعديل لو فضلت اثارها مستمره عشان تزود حجم الانفاق العام عشان تقلل من اثار الازمه، ده مطلوب. ده دور الدوله انها توصل للمرحله دي. فده هيبان في مناقشه الموازنه في شهر مارس وابريل الجايين ان شاء الله في مجلس الشعب. على موضوع القصه دي، فهيبقى في نظره تحوطيه للكلام ده، لا هيبقى عندي قدره ان ازود، وحصل قبل كده في كورونا احنا زودنا عندنا في الموازنه عشان خاطر نواجه الاثار، والحمد لله قدرنا نعدي الازمه ساعتها، خدت بال حضرتك؟ فميزه الدوله في كذا ازمه الفتره اللي فاتت تخيلنا الليرنينج كيرف، مرحله التعلم بتاعنا بيزيد، النهارده انا واجهت كورونا، واجهت كازمه اقتصاديه طاحنه في مصر، قدرت اعديها بجهود من الدوله، مؤسسات وتكاتف المواطن مع الدوله، هيبقى عندي نفس المسؤوليه مشتركه مكمله، الدوله على بتقود المسيره، بيمشي وراها المؤسسات سواء قطاع خاص ومجتمع مدني، والمواطن بيبص بعينيه، هل الدوله فعلا بص لي ولا لا؟ لا، في الحاله دي لا، الدوله بقى لها فتره كده في اجتماعات مستمره بتاخد قرارات بيسموها ايه؟ عندها قدره على مؤامره الوقت، ده مطلوب ان القرار يطلع مع الوقت ما يتاخرش، لان لو الوقت زي ما انت اتاخرت تخذ القرار هيكلفك اكتر. خدت بال حضرتك؟ فالنهارده لما انت خدت قرار بدري من بدري انك تخزن بترول وتخزن غلال وتخزن الكلام ده كله عشان ما توصل لمرحله تعمل حاجه اسمها البرايسنج كوكتيل. ازاي تعمل تمانج موضوع البرايسنج، تمانج التوافر السعر الموجوده في السوق. كل الكلام مطلوب. وبنتكلم عن السعر دي اللي كان هيتصدر كان هيجيب للدوله عمله صعبه، لكن هيأثر كبير على الدوله، لكن الدوله هنا اولويات اكل المواطن لكن في الاولويه الاولى، حياه المواطن في الاولويه الاولى، لا ممكن اضحي بشويه موارد عشان خاطر ان انا ايه احافظ على بيسموه ايه حياه كريمه مستقره للمواطن، ده مهم لان الدوله محتاجه الفتره الجايه المواطن يكمل معاها.
لكن ما حدث في أزمة كورونا وتعامل الدولة مع أزمة كورونا وهي أزمة كبيرة عالمية وأثرت على الجميع وعلى الإنتاج وعلى التصدير وعلى كل شيء. ده في الجزء وعمل توفر سلع وبتصدر سلع في نفس الوقت. لكن يعني أنا بتكلم على إنه مثلاً إحنا ما روحناش، ما اعتقدش انه في حد اشتكى من انه عدم توفر سلع في السوبر ماركت. دي كانت احد الحاجات عشان كده بقول لحضرتك هذا التعامل يطمن الناس دلوقتي واحنا في هذه الازمه. دي مؤشرات تطمن الناس ان ما تخافوش، السلع موجوده، مش لازم تجري على السلع عشان تخزنها، ما في متاح جاريك عليها لو هي النهارده مثلا بجنيه، انت جاريك عليها خليها مثلا بجنيه ونص 2 جنيه، لا خليها تاخد في الرينج الطبيعي بتاعها. خدت بالك حسب زياده بس زياده معقوله لحد ما قادر ان احنا نتحملها لفتره معينه لغايه ما الازمه تعدي. فدي حاجات لازم احنا نبص لها، هي ثقافه المواطن بتزيد عماله بتزيد، خدت بالك وعيه بيزيد نتيجه الازمات الكتير اللي مرت عليه الفتره اللي فاتت من 2011 لغايه النهارده. ده مش معناه ان الدوله لا الدوله صح مصحصحه وبصه اللي بيحصل على الواقع وبصه لاثار الكلام ده، اثار الكبيره اللي موجوده على السوق من كافه النواحي. فعشان كده بتحاول كمان القرارات تمام. والمعارض كمان يمكن ما اتكلمناش عنها، المعارض اللي بتعملها الدوله خلال الفتره اللي فاتت، يعني مبادره كلنا واحد اللي عملتها وزاره الداخليه، احنا وصلنا دلوقتي للدوره 22 فيها اهلا رمضان اللي كان المفروض تبقى 25 مارس بقت 15 مارس بدري شويه. وعلى مستوى المحافظات بتخش تعمل الكلام ده، خدت بالك عشان توفر السلع موجوده ومتاحه للجميع بسعر ناس قادره توصل له. ما حدش ينكر ان في اثار لهذه الازمه، بس ان كل ما قدرنا يبقى في مسؤوليه مشتركه هنقدر نحد من الاثار دي بهذا التكاتف. فكل واحد عليه دور، الدولة عليها دور ودور واضح وصريح، دور مؤسسات ودور مواطن، فهي مسؤولية مشتركة. ده عظيم جدا يا فندم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، حضرتك شرفتنا ونورتنا ونشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل. الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا جزيلا يا دكتور. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. لما بنيجي نتكلم عن حفلات الاوبرا على طول بيجي في بالنا المبنى العريق اللي موجود جنب كوبري قصر النيل. ما كانش يجي في خيالنا ابدا ان الصوره دي ممكن تتغير ونشوف حفلات في قلب الصعيد، في سوهاج وفي قنا، وقبلهم شفنا فعاليات ثقافيه في اسوان. عن كل هذه الفعاليات معانا الاستاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزاره الثقافه. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. يا صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر كلها وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. احنا امبارح اختتمنا فعاليات مهرجان ابي دوس، عايزين نتكلم مع حضرتك عن العروض وعن الاقبال الجماهيري كمان. لا انا عايز اتكلم عن اهلنا في محافظه سوهاج بجد، لان هم بطل المشهد الحقيقي في مهرجان ابي دوس. صحيح معالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد القايم والدكتور خالد عناني وزير السياحه والاثار، تعاون مؤسسات الدوله لدعم وتنميه لدعم مشروعات التنميه وتنميه الانسان وبناء الانسان بتتم، ويمكن في خلال اسبوعين كنا في ثلاث او اربع محافظات في صعيد مصر. ولكن المشهد العظيم لاهلنا في محافظه سوهاج في قريه العرابه مع عند معبد ابي دوس كان مشهد اكثر من رائع. يعني حضرتك رصدنا كل الفئات العمريه اللي موجوده من اطفال، امبارح الاطفال بيقولوا لنا يعني هتيجوا تاني، فمعالي الوزيره قالت لهم احنا معاكم على طول ان شاء الله هنكون معاكم على طول. ما هذا الاقبال الجماهير العظيم، الناس من كتر مساحه المعبد امتلأت، الناس كانت واقفه على اسطح البيوت وفي الشبابيك، وامهاتنا كانت واقفه بتستمتع. صحيح بنعرض احنا الصور دلوقتي. الكبير مدحت صالح كان موجود وكان متفائل بشكل اكتر وكان يعني مبسوط جدا ما هو موجود في يعني هذا المهرجان، وقبل منه الفنان الكبير علي الحجار، وقبل منه الفنان هشام عباس. عايز اقول حاله فنان مهرجان موسيقى عربيه لاهلنا في سوهاج، اهلنا في الصعيد، فما اجمل كمان المشهد لما حضرتك تشوف الفن والثقافه بنحتضن الحضاره والتاريخ في معبد ابي دوس، واحد من اهم واقدم معابد مصر. الصوره الحضاريه اللي اتنقلت للعالم كله من خلال هذا المهرجان، ناس كتير جدا ما كانتش عارفه معبد ابي دوس شافته وبدات تتعرف عليه النهارده، واحنا ماشيين يعني بيقولوا لنا ان الناس بدات كتير تتساءل ودخلوا على محرك البحث جوجل يدوروا على معبد ابي دوس ويعرفوا تاريخه. قبل منه الاسبوع اللي فات كنت معالي الوزيره مع معالي وزير السياحه والاثار كانوا موجودين في محافظه قنا في دندره، قبل منها كنا في التعامد في ابو سمبل، قبل منها كنا في محافظه بني سويف،
ولسه ان شاء الله هنكون موجودين في كل شبر وفي كل حته في مصر ان شاء الله مع اهلنا في كل مكان. صحيح يا استاذ محمد، مساله اختيار الاماكن يعني بنتكلم في انه يعني ابيدوس ما كانش جوه دائره الضوء زي ما احنا بنقول كده، ما كانتش ناس كتير تعرفه. اختيار الاماكن بالضبط. اختيار الفنانين نجوم كبار زي مدحت صالح وهشام عباس والفنان الكبير علي الحجار، انه كل هذه الادوات ومصر تمتلك الكثير ايضا، والتفاعل الكبير اللي بيحصل من الناس لما بتحصل فعاليات زي دي، ازاي ده كله يخدم المجال السياحي؟ ما دعم مسارات التنميه للدوله المصريه بتنتهجها تمام بالقوه الناعمه لمصر، الفن والثقافه. الفن والثقافة قوة ناعمة ومؤثرة جدا ومؤثرة على أرض الواقع، ودي مهمة جدا، جزء من تكوين الشخصية المصرية. طب في طبيعة الشخصية المصرية موجودة من قديم الأزل الفن والثقافة، فاحنا هنا بندعم مسارات التنمية، أيضا تحقيق العدالة الثقافية. أنت النهاردة ما بقيتيش مركزية في أنت موجودة في القاهرة ولا حتى في مدينة سوهاج نفسها، ده أنت دخلت قرية من قرى سوهاج، دخلت قرية من قرى إنا، دخلت قرية من قرى الأقصر أو أسوان أو غيره. يعني عايز أقول لحضرتك أنت بدأتي توصلي النهاردة، يعني فكرة العدالة الثقافية دي استراتيجية دولة مصرية وبتنفذها وزارة الثقافة طبقا لعوامل كتير جدا، واهمها ان في دراسات بتتم على ارض الواقع وبنخش بنبتدي نخش. يعني المرة دي عملنا مهرجان، معالي الوزيرة يعني قالت هننفذ المهرجان، بدأنا دخلنا بمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في الدورة الأولى، وده مستحدث حاجة جديدة، ولكن في الأعوام القادمة حضرتك هتلاقي معرض الحرف التراثية. احنا عارفين سوهاج مثلا فيها أخميم من أهم المدن الصناعية اللي بتقدم الحرف التراثية، عندنا في سوهاج هيبقى في معرض كبير للكتاب إن شاء الله، وفي العديد جدا عديد من الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية اللي هتقدم. لسه معالي الوزيرة كانت بتتكلم مع سيادة المحافظ بتقول له كمان هنقدم هنا ورش ابدأ حلمك اللي هي تدريب الممثل الشامل على التمثيل أو الإخراج أو غيره. فعايز أقول لحضرتك كمان اختيار الفنانين واختيار الأنشطة اللي بتقدم، ما هي دي معركة الوعي، هي دي الحقيقة. امبارح الناس يعني بيقولوا لنا أنتوا جبتوا لنا كبار الفنانين، جبتوا لنا ناس مين كان يتخيل إن هيفتح الشباك بيت فهيلاقي واقف تحت مدحت صالح بيغني له في قرية من قرى صعيد مصر، وبعدين الناس يعني مش هنقول إن هي علي الحجار بيغني له تحت شباك بيته. تفاعل الناس وإن كمان مع الثقافة والفن واهتمامهم وإن هم يقفوا يرددوا. امبارح الفنان الكبير مدحت صالح بيختتم المهرجان بأغنية أنا ابن مصر، شوفي الآلاف اللي كانوا موجودين دول كلهم هم بيرددوا هذه الكلمة. خليني أقول كمان كلمة حق، إن وأنا ماشي في محافظة سوهاج على طول الطريق شايف مشروعات، شايف حياة كريمة، شايف حاجة في نهضة بتحصل في الريف المصري، مشروع القرن حياة كريمة، المبادرة الرئاسية العظيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايز أقول إن مخلية أهلنا في الصعيد عندهم حالة التفاؤل والأمل والجمال، وإن هم عايزين يحافظوا على كل ما بيتم من مشروعات بجد في شغل على أرض على الأرض. عظيم، مهم جدا جدا جدا. الجميل كمان إن مسرح المواجهة والتجوال شغال، المسرح المتنقلة جت سوهاج وشغالة. يعني عايز أقول إن مش فكرة كمان إن إحنا بس حياه كريمه في ان احنا بنطور الريف المصري، لا كمان بنطور الانسان بشكل عام. طيب نتكلم بقى مع حضرتك عن دور ما يحدث، يعني احنا اخترنا معبد دندره وهو من المعابد المهمه جدا عند القدماء المصريين، اخترنا ابيدوس وهي مدينه مهمه جدا وكانت عاصمه مصر قبل الاسر، فدور اختيار ده في الترويج لمصر حضاريه. بالظبط يا فندم، هو ده الهدف، هدف من الاهداف الرئيسيه اللي هي او المساهمه في التنميه السياحيه لمصر بالقوه الناعمه. النهارده حضرتك لما بتعمل مهرجان فني في قلعه صلاح الدين او في معبد دندره او في معبد ابيدوس او بعد كده على فكره معالي الوزيره بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار هنروح تل بسطه في الشرقيه، يمكن بنقول الكلام ده لاول مره ان شاء الله بعد رمضان على طول ان شاء الله هنكون موجودين في تل بسطه في الشرقيه. فاذا انت حضرتك بتلقي الضوء على اماكن تاريخيه وسياحيه في مصر بهدف الترويج السياحي ليها، مهما عملنا مؤتمرات وقعدنا نتكلم مش اجمل صحيح. من ان انت تعمل مهرجان فني فالعالم كله يشوف مصر، الامان، الحضاره، الثقافه، الفن، الابداع، الفكر، كل العوامل دي لما بتتجمع في مكان سياحي او تاريخي واثري تمام، اعتقد ان بتبقى في طفره كبيره جدا في ان هي تبتدي تسوق لها سياحيا للعالم كله.
صحيح يا استاذ محمد، ومساله الفنون، واحنا شعب يحب الفنون، ويمكن معظم الحاجات اللي بنتعلمها في حياتنا بنتعلمها من الدراما ومن الاغاني. مساله التاثير ده على الاجيال الصغيره، وازاي الفن كقوه ناعمه ياثر على مساله بناء الانسان، زي ما كنا بنتكلم بناء البشر قبل الحجر، والتنسيق ما بينكم وما بين حياه كريمه ومؤسسات المجتمع المدني. احنا زي ما قلنا كده، حياة كريمة ده مشروع القرن ومشروع الدولة المصرية، ولذلك كل تكاتف مؤسسات الدولة المصرية، مثلا احنا لازم نقول وزارة الثقافة معاها وزارة السياحة والآثار، معاها محافظة سوهاج مثلا او محافظة هنا، معاها وزارة الداخلية لتأمين الناس وترتيب الدخول والخروج. يعني عايز اقول ان كل المؤسسات هنا بتجتمع من بهدف واحد، تقديم منتج ثقافي جيد يليق بقيمة المواطن المصري. امبارح الأطفال، والله والله أنا بقول لكم الكلام ده وإحنا على الهوا وبقوله وكل الناس سامعيني، امبارح مشهد يمكن كان كاد أن يبكينا جميعا وإحنا ماشيين، فالأطفال اتلموا على معالي الوزيرة وسيادة المحافظ، فبيقولوا لمعالي الوزيرة هتيجوا تاني، فقلنا لهم إحنا معاكم على طول ومش هنسيبكم. فيعني عايز أقول لحضرتك التفاعل، شوفي الجيل الصغير ده لغاية الجيل الكبير، يعني أنتوا في صور منتشرة يمكن على السوشيال ميديا للناس وهي في العماير وعلى أسطح البيوت وهي واقفة. فعايز أقول لحضرتك في هذه الصور هتلاقي يعني أمهاتنا الكبار وأهالينا الكبار في السن، وهتلاقي الأطفال الصغيرين دول وهم موجودين كانوا واقفين مع الفنيين بتوع دار الأوبرا المصرية بيساعدوهم وعايزين يعملوا معاهم، فرحانين إن في حاجة في بلدهم. قد إيه أنت بتأثري في هذه الشخصية من الصغر، فبيفضل معاه ده. يعني زي ما احنا عندنا في خلفياتنا دايما ان احنا دايما نقول ايه، احنا واحنا صغيرين كانت كنا بنشوف في قصر الثقافه كده، شوفي ده هيطلع معاهم، وكمان بنبعدهم عن اي حد ممكن يسمم افكارهم، بنبعدهم. اللي جه حضر حفله فنيه فسمع موسيقى وشاف فنان وشاف حاجات كتير جدا، فانت النهارده بتعمل تاسيس للشخصيه دي بشكل مختلف، وبتخليه ان هو يجابه اي فكر متطرف او اي حد يحاول ان هو يغير في تفكيره. صحيح، تشكيل بيتم توجيهه التوجيه الصحيح في الوقت المناسب في تشكيل فكره. بالظبط يا فندم، بالظبط. طيب يا فندم استاذ محمد، زي ما حضرتك قلت ان انتوا رايحين تل باسط خلاص في الشرقيه بعد رمضان، هل في مخططنا ان كل مثلا محافظه من المحافظات اللي كانت محرومه من الفعاليات الثقافيه يكون ليها مهرجان باسمها ويكون مهرجان سنوي بجانب طبعا العروض المتنقله؟ بالظبط يا فندم، المسارح المتنقله يمكن في 6 مسارح متنقله تابعين للهيئه العامه لقصور الثقافه، معالي الوزيره بتوجههم دايما للدخول في كل الاماكن وقرى ونجوع مصر، وجاري حاليا اعداد 8 سيارات متنقله جديده ان شاء الله هتكون موجوده في، بيتم تصنيعها مع وزاره الانتاج الحربي، يعني بنجهزها ان شاء الله الهيئه العربيه والهيئه العربيه ان شاء الله بيتم تجهيزها كمان علشان تطوف كل محافظات مصر، فيصبح عندنا 14 سياره متنقله باحجام مختلفه منها يقدر ان هو يخش في القرى والنجوع، وبعضها ان شاء الله يكون في الميادين العامه وفي المدن الكبرى. استاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزاره الثقافه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. طبعا هي مشاهد اهالينا وهم واقفين بيتفرجوا على الحفلات لكل النجوم علي الحجار ومدحت صالح وهشام عباس، مشاهد الحقيقه يعني تشرح، الناس محتاجه تفرح ومحتاجه تحس انه الفن دايما زي ما احنا بنقول ومتعودين نقول رساله، تحس ان الرساله دي واصله لهم في كل حته. لما كنا بنتكلم عن عداله ثقافيه يحس بيها الكبير والصغير، كنا بنتكلم على حاجات شبه الحاجات دي. الحقيقه انه وزاره الثقافه ليها جهود كبيره جدا في الصعيد، انا تقريبا ما روحتش مره اسوان غير وكانت سعاده الوزيره موجوده هناك. مساله الوصول لكل يعني حته في البلد والوصول للاجيال الصغيره، فرحه الاجيال الصغيره باللي بيحصل ده، انت بتنقل لهم حفلات دار الاوبرا لحد عندهم. فدي مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، وتأثير ده الثقافي عليهم في مسألة وعيهم، في مسألة أنهم يعرفوا أن الدولة مهتمة بيهم مش بس في التعليم وفي الصحة، لا كمان حتى في الثقافة وفي الفنون، مسألة غاية في الأهمية. كل تأكيد يا هدير، وزي ما كنا بنتكلم أن ده ارتقاء بالوجدان، إعادة تشكيل الوعي مرة تانية للأطفال. احنا شفنا أنه في مجهودات
الدولة بتتحرك فيها في بناء الإنسان، ده طبعا ضمن خطة الدولة ومبادرة حياة كريمة لتشكيل وعي المواطنين. وشفنا إقبال الناس عامل إزاي، شفنا كمان على وجه الآخر إن احنا بنروج لوجهة مصر الحضرية، احنا عندنا وجهة حضرية الحقيقي يعني بنتشرف بيها، فلازم الناس كلها تعرفها ولازم الناس كلها نحاول نروج لها قدر الإمكان، وده اللي بيحصل من خلال مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية. كنا دايما بنشتكي كده الفترة من الفترات أنه الأجيال اللي طالعة جديدة دي وعيها مش أحسن حاجة، محتاجين حد ينمي مهاراتهم يديهم يثقفهم ينورهم، لكن الدور هذه العروض اللي بتقدم وان فكره ان يكون في مهرجانات ومهرجانات سنويه، يعني دندره دي تاني سنه لأبي دوس دي اول سنه، وده طبعا هيبقى مهرجان سنوي، فاعتقد ان دي حاجه مهمه جدا في اعاده تشكيل الوعي والوجدان مره اخرى. هنروح لموضوع تاني، والحقيقه انه في اهتمام كبير جدا بزراعه المحاصيل الاستراتيجيه واللي من اهمها طبعا القمح، طبعا في توقعات بموسم حصاد كويس هذا العام، عشان كده مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقع وصول إنتاجه أو إنتاجية محصول القمح إلى 10 مليون طن هذا العام. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور رضا محمد علي رئيس الحملة القومية للقمح. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم أستاذ محمد أستاذ هدير. أهلا بحضرتك. عايزين في البداية كده رسالة تطمينية للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب اطمن الشعب المصري ان القمح ده والمحاصيل التزريعيه على راسهم طبعا محصول القمح ده من ضمن اهتمامات فخامه الرئيس والقياده السياسيه. الحمد لله يمكن احنا وصلنا يمكن كان بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت 3.4 من 10، السنه دي وصلنا بالمساحه بماليها بحوالي 3.650 الف فدان، ودي اعلى زياده في تاريخ مصر المعاصر. 3.650 الف فدان. ده متوقع ان شاء الله منه تقريبا 10 مليون طن. ده بالاضافه ان طبعا الحمد لله يمكن في الفتره اللي فاتت ديت دوله رئيس الوزراء تصريح لسه من ايام بسيطه او ايام قليله بيتكلم بيقول احنا بنطمن الناس احنا عندنا مخزون استراتيجي يكفينا من 4 لـ5 شهور، بالاضافه ان احنا في نص 4 اللي جاي ده ان شاء الله هنبتدي الموسم بالحصاد، والحمد لله الاجواء مثاليه جدا ان احنا ان شاء الله يتم الموسم على خير، متوقع ان شاء الله يوصل معانا انتاج ما يقل عن 10 مليون طن، وده نديني من خلاله يوصل معانا تقريبا ما يقل عن احتياجاتنا تكفينا ما يقل عن 5 شهور، يعني ما فيش داعي ابدا لقلق الشعب المصري. عظيم. عندنا مخزون يكفينا ان شاء الله حد اخر السنه ان شاء الله. دكتور رضا، هل احنا في حاجه ان احنا نستنبط انواع جديده من سلالات القمح، وهل احنا نقدر نعمل ده ولا لا؟ فخامه الرئيس طبعا لما بيتكلم في حته ان احنا طبعا احنا ماشيين على محورين الاثنين تنميه، من التحميه المحور التنميه الافقي اللي هو تعظيم الانتاجيه في داخل الوادي. طبعا انا ما اقدرش اوسع او ازود في مساحات في داخل الوادي، لان طبعا في داخل الوادي هيكون على حساب محاصيل اخرى لا تقل اهميه زي البرسيم زي الفول زي البصل، ودي محاصيل مهمه جدا بالنسبه للشعب المصري في الانتاج الحيواني وفي التصدير. طب ولكن من منطلق على الجانب الاخر نعظم الانتاجيه منه من خلال اصناف جديده انها تؤدي، ومن خلال توصيات جديده تكون انتاجيتها اعلى يعني يا دكتور. طبعا بالظبط كده. طب على الجانب الاخر محور التنميه الافقي اللي احنا بنزود المساحات في اراضي جديده. الاراضي الجديده اللي موجوده مثلا في شارع العوينات والحاجات الموجوده في شارع العوينات موجوده في توشكا موجوده في مستقبل مصر موجوده في غرب المنيا، كل المساحات دي بتعاني من الظروف البيئيه الغير طبيعيه او الظروف القاسيه بالنسبه للظروف البيئيه. دورنا في معهد محاصيل حقليه في معهد قسم بحوث القمح ان احنا نكون اوريدي نكون جاهزين بالاصناف اللي هي بتتحمل الاجهادات البيئيه. وده الحمد لله اللي القسم بيتبناه، موجود عندنا ما يقل عن 4-5 سلالات او اصناف حاليا دلوقتي موجودين. مصر واحد مثلا في ابل مصر بيتحمل درجات الحراره العاليه، معانا ساعه 95، معانا جيزه 171، معانا مصر 3، معانا مصر 4، كل دي اصناف بتتحمل الجيادات البيئيه اللي موجوده وانتشرت الحمد لله على النطاق التجاري وبتتزرع دلوقتي بقى لها فتره سنه واثنين الحمد لله، وادت اداء كويس جدا بالنسبه للانتاجيه. طيب ده عظيم جدا، ازاي بنتواصل مع الفلاحين والمزارعين؟ بنتواصل مع الفلاحين المزارعين الحمد لله، يمكن عندنا حمله قوميه منتشره في جميع قرى مصر، اصبح النهارده متاح عندنا في قرى مصر تجميع ارشاديه او حقل ارشادي. الهدف منه ان اعظم الانتاجيه. بوصل للمزارع من خلال الباحث والقطاع الارشادي الموجود، وده همزه تواصل بين الباحث والساده والساده المزارعين اخواننا المزارعين، ان احنا بنطلعهم دايما على كل ما هو جديد، اذا كان صنف جديد ازاي تتعامل معاه، بدايه من خدمه الارض مرورا بمعاد الزراعه واختيار الصنف، لان في حاجه اسمها سياسه صنفيه، اللي يجود عندك في ابل مش شرط ان هو يجود في باحث. صحيح. قدر الامكان بديلك الصنف اللي يجود في جميع البيئات، ولكن في بعض الاصناف مثلا زي الديورم اللي هي اقماح المكرونه ما ينفعش ابدا انها تزرع في بحري. فده بيكون من خلال تثقيف المزارع.
بعرفه بطريقه جديده عشان نعظم له الانتاجيه مثلا، وليكن زي طريقه المصاطب، زرع على مصاطب اوفر منها التقاوي واوفر الميه من اقل 20 30%، والحمد لله اصبحت منتشره وداخله ما حدث اعجاب كبير جدا وبتزود ما لا يقل عن 3 اردب للفدان. طيب هو ايه هي المحافظات الاكثر انتاجيه للقمح، وهل احنا بنشتغل على محافظات اخرى غيرها؟ اه طبعا، عندنا اكبر مساحه دلوقتي موجوده في محافظه الشرقيه ومحافظه الوادي الجديد، ودي ما لا يقل عن 400 الف فدان الا ما يكون اكثر، يليها بعد كده الدهليه وخفر الشيخ والشرقيه او البحيره، كل دي محافظات من اكثر محافظات في داخل الوادي هنا، اكثر مساحه محافظات بتدي بتنتج اكثر مساحات للقمح. طيب الانتاجيه السنه دي مقارنه بالاعوام السابقه؟ الحمد لله يمكن في تحسن مستمر نتيجه ان احنا بنعمل احلال وتجديد دايما بالاصناف الجديده، لان طبعا ما فيش ابدا ما يمنع ان زمن الصرف ما بقاش مقاوم بالنسبه للامراض، طول عمره بيبقى مقاوم، هي دي سياسه القسم عندي في قسم القمح في معهد المحاصيل الحقليه، ان دايما احط احلال وتجديد، ما يستناش لما الصرف الى حد ما يبقى اوريدي لما يتصاب ببعده اعمل له واستبعده ويكون عندي صرف جديد موجود. فالحمد لله نتيجه سياسه الاحلال والتجديد بالنسبه للاصناف الجديده الحمد لله كل بقى لنا سنتين المتوسط العام بتاع المتوسط العام اصبح بيزيد. السنه اللي فاتت عدى 19 اردب، هو شامل الاراضي الجديده والقديمه، انما لما نيجي نقسم المتوسطات لاراضي جديده وقديمه المتوسط داخل الوادي هنا بيزيد اكثر، لان اصبح النهارده من السهل قوي المزارع النهارده في ظل الاصناف الجديده والطرق الحديثه والحمله القوميه اللي موجوده منتشره في جميع قرى مصر، اصبح الفلاح النهارده عنده ثقافه عنده تثقيفيه ابدا وشغوف ان هو يعرف كل ما هو جديد، وانعكس على انتاجيته وازاي يتعامل مع المحصول وازاي يختار الصنف بتاعه المناسب في البيئه بتاعته المناسبه له، وبالتالي كان ينعكس عليه في الانتاجيه اللي متوقعها في اخر الموسم. عظيم. عندنا اجواء مثاليه الحمد لله السنه دي، نطمئن ان شاء الله يكون في النهارده معدي 20 اردب ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا بنتواصل مع المزارعين وبنقول لهم على الاصناف اللي ينفع تتزرع زي ما حضرتك قلت، اللي بينفع وجه بحري غير ابلي غير الدلتا، وفي نفس الوقت بنوعيهم بكل حاجه في زراعه القمح وطرق الحصاد كمان. طيب سعر توريد القمح ده مهم برضه بالنسبه للفلاح، لان دي من الحاجات اللي هتشجعه على زراعه القمح. خلينا نتكلم بس، احنا عندنا تحدي ان ان شاء الله احنا عندنا مثلا 3.6 و150 الف فدان دول بيجيبوا 10 مليون طن، ولكن النسبه اللي بتورد منها مثلا ما لا يقل حد بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت تقريبا حوالي 4 مليون طن. احنا في تحدي السنه دي لازم نثبت لنفسنا وكل العالم ان احنا قادرين ان احنا نقدر ان شاء الله ما يكونش عندنا مشكله ابدا. احنا في خلال سياسه الرئيس كان طالبنا ان احنا نزود المساحات القمح، زادت السنه دي 260 الف فدان 650 الف فدان 260 الف فدان زادت عن السنه مقارنه بالسنه اللي فاتت. السنه دي جايه طالبنا ما يقرب حوالي 500 الف فدان، السنه اللي بعدها هيزودنا حوالي مليون فدان. ده بيحطنا في منعطف يعني مش هوصل اوصل اتفاق، لكن ممكن اوصل الى حد ما للان حد الامن اللي وصلنا 70% من احتياجاتنا. احنا في تحدي ان شاء الله وارد جدا السعر بتاعنا حوالي السنه دي بالمقارنه السنه اللي فاتت كان 700 جنيه، السنه دي 820 جنيه. وده سعر الحمد لله كان مجزي وفي هم في رفع كويس بالنسبه للمزارع. عظيم. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا الدكتور رضا محمد علي رئيس الحمله القوميه للقمح، شكرا جزيلا ليك. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وشاذلي وليندا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.